حييكم مشاهدي ام تي في وين ما كنتوا عم تتابعونا. اكيد الموعد المتجدد مع كرة القدم اللبنانية اليوم بداية المشوار رسميا اذا فينا نقول لموسم 2019-2020 مع مباراة الكأس السوبر يلي عم تجمع من دون شك افضل فريقين بالموسم الماضي. عم بحكي طبعا على العهد بطل لبنان بطل الثنائية الدوري والكأس والانصار وصيفه بالمسابقتين. المفارقة انه على ملعب صيدا البلد اليوم نحن موجودين مرتين التقوا بالكأس السوبر الفريقين بعام 2010 وكان الفوز من نصيب العهد 1-0 وبعام 2017 وايضا كان الفوز من نصيب العهد لكن هالمره بنتيجه 2-0. العهد عنده 7 ألقاب، الانصار عنده 5 ألقاب على صعيد السوبر. اذا في يقول هي معركه مفتوحه بين الماضي والانجازات الكبيره يلي عملها الاخضر والحاضر يلي فينا نقول سيطر عليه الفريق الاصفر. طبعا فريق العهد الغني عن التعريف على صعيد السيطره على لقب الدوري بالموسمين الماضيين وايضا على صعيد النتائج الكبيره يلي عملها على الساحه المحليه. الانصار يلي عم بيعود بقوه وطبعا اليوم عنده كثير من الامور وكثير من الرسائل يتركها للعهد قبل بدايه الموسم الجديد. على كل حال الفريقين عندهم الكثير يقولوه. ايضا كابتن جمال الحاج يلي بنرحب فيه مره جديده عبر شاشه ام تي في موجود معنا وعنده الكثير من الامور الفنيه. مرحبا كابتن جمال. مرحبا كابتن الاهلي وجميع المشاهدين. بالبدايه يعني السؤال اللي بيطرح نفسه والسؤال العريض، الى اي مدى جاهز العهد والانصار لهيك مباراه لمباراه رسميه؟ سؤال مهم كثير. ببدايه الموسم شفنا يمكن بالتحضيرات هذا الموسم الافضل فريقين بلبنان لان العهد والانصار من السنه الماضيه تحضيراتهم ما كانت كما يجب وبعتقد انه المدربين والمديرين الفنيين ما هم راضيين تماما على التحضيرات بسبب ارباك بالجدول. كان فريق خاصه فريق العهد بعد ما خلص الموسم كان عنده كاس حد مشتت كان بين الساحه المحليه والساحه العربيه والساحه الاسيويه. يعني تخيلت مراحل الفريق على غرب اسيا المنتخب اللبناني اخذ لاعبين من العهد كان في لعيبه بعدها كان بوقت الراحه صحيح. وبالتالي هذا الارباك ما بين الراحه والاستعداد للموسم الجديد وما بين المنتخب عمل ارباك بفريق العهد وخاصه كمان من ناحيه الانتدابات من ناحيه الاجانب وعم نشوف اليوم في غيابات كثيره بالفريق. هذه كلها ما ساعدت على التحضير العام كما يجب لفريق العهد. والانصار بيشبهوا الانصار الى حد ما لكنه بنسبه اقل. هلا اللي بيعود العهد انه لعب مباراتين على مستوى فينا نقول دولي هيدا عطت فريق منسوب مع اتحاد جده ببطوله الانديه العربيه. الانصار لا يمكن الفريق جاهز اكثر، الفريق لعب بكاس النخبه اللي اربكه بس موضوع المنتخب لاعبين راحت مع المنتخب لكنه كمان الانصار ما لعب مباريات دوليه مشان هيك فينا نقول عوضت السلبيه والايجابيه عند العهد كمان السلبيه والايجابيه عند الانصار وخصوصا مع التركيبه الانصاريه الجديده للموسم والمقاربه الجديده عند المدرب السوري نزار محروس. خلينا نروح مشاهدينا لنشوف سوا تشكيله الفريقين بدايه بلكي بنكون مع تشكيله فريق العهد يلي اليوم بيمثله بحراسه المرمى محمد حمود طبعا بغياب الحارس مهدي خليل المصاب، حسين دقيق من الجهه اليسرى وحسين زين من الجهه اليمنى بخط الدفاع، بيناتهم نور منصور والعائد خليل خميس، هيثم فعور ووليد شور عم يسكلوا ثنائيه جديده بلعب الوسط او مركز الوسط المدافع، على طرفي الملعب ربيع عطايا واحمد زريع، محمد حيدر لاعب خلف المهاجم الوحيد احمد العكايشي المهاجم التونسي يلي الاطلاله الاولى له على الصعيد المحلي اليوم حتتعرفوا عليه طبعا مهاجم على مستوى عالي جدا، هادي خليل بحراسه المرمى كحارس احتياطي طبعا، حسين مندر محمد ادوح علي حديد طارق العلي محمد ملك جمال خليفه علي سويدان محمود ماجد. خلينا نشوف ايضا بلكي بتشكيلة فريق الأنصار وبنحكي هيك سريعا عن الفريقين. نزيه أسعد بحراسة المرمى اليوم بشكل أساسي، اختاره نزار محروس على حساب حسن مغنية، حسن شعيط وشبريكو من الجهة اليسرى، حسن بيطار من الجهة اليمنى، عبد الله طالب مفاجأة التشكيل اليوم عم يلعب بشكل أساسي مع أبو بكر كمارة العائد إلى الفريق أيضا المدافع الغيني، عدنان حيدر وحسام اللواتي كلاعبي ارتكاز أمامهم حسن معتوق وثلاثي الهجوم المرعب حسن شعيط وموني حسن سعد سوني والحج مالك، حسن مغنيه معتز بالله جنادي جهاد ايوب عباس عطو اونيجا قاسم الشوم الفريدو جريديني موسى الطويل محمود كجوك وحسن حمود هن على مقعد البدلاء. رح بلش بدايه من العهد يعني العمود الفقري عند فريق العهد اذا في يقول على الصعيد الدفاعي غائب اليوم مهدي خليل بحراسه المرمى احمد الصالح بخط الدفاع وعيسى يعقوب يلي هو اكثر من لاعب وسط كلاعب وسط يعني عمود الفقري الدفاعي عند العهد غائب. وقبل المباراه كابتن كان حديثنا انه اللي عنده المنظومه الدفاعيه الافضل هو يلي بيقدر يفوز بمباراه اليوم والانصار يلي عانى اصلا من مشاكل دفاعيه شفناها بالمباراه النهائيه بكاس النخبه امام شباب الساحل. صحيح يعني يبدو انه فريق العهد بهذه الفتره عنده نقص كثير لكنه يبقى فريق قوي على ارض الملعب. واحدة من المشاكل اللي ممكن يعاني فيها انه عندك عطايا ومحمد حيدر واحمد زراء حتى العكايشي لاعبين بيلعبوا بالقدم اليسرى هيدي ولو انه هن لاعبين عاليين ممكن تاثر كثير. عم نشوف اليوم
تواجد وليد شور لعله يلعب بارتكازيان بنقطة وسط الملعب نسبة لتواجد حسن معتوق بميلة الأنصار عم يلعب وراء المهاجمين. وليد شور مع فعور ممكن يساعد بإيقاف حسن معتوق أو لحد من قدرة حسن معتوق. بالوقت يلي شفنا الفريقين عم يدخلوا لأرض الملعب عم يرفقهم أطفال من جمعية الإمداد يلي طبعا تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة. أيضا هناك لاعبين ناشئين من أكاديمية كامبيونس يلي بيشرف عليها أو لاعب الأنصار السابق فادي الكاخي. الأكاديمية اللي موجودة طبعا بمنطقة حاصبية اليوم موجودين ليكونوا إلى جانب الفريقين. لفتة جميلة جدا من الفريقين أيضا مع دخول أصحاب الاحتياجات الخاصة من جمعية الإمداد يلي طبعا تحية كتير كبيرة لها على دورها الكبير يلي عم تعملوا بالمجتمع اللبناني. كابتن رح ارجع عند فريق العهد، عم بحكي كثير عن المنظومه الدفاعيه لان بصراحه اليوم هو التركيز على الناحيه الدفاعيه عند الفريقين بوجود عدد كبير من اللاعبين الفعالين على صعيد الهجوم. اليوم ثنائيه جديده هيثم فعور ووليد شور. ايه صحيح، يعني يمكن لاي مدى التفاهم اليوم ممكن يقول يكون له تاثير بالثنائيه؟ لا شك وليد شور لعيب كبير واثبت هذا الموضوع بالسنه الماضيه مع فريق الراسينج، لكنه بعتقد انه عم يفكر كثير انه يكون في عنده توازن دفاعي نقص نتيجه النواقص الموجوده، وعم يفكر حتى بايجاد تواجد بدلاء. يعني حسام منذر على دكه البدلاء ممكن اذا ملاحظ في مشكله فريق العهد بدكه البدلاء، قارن الانصار والعهد بدكه البدلاء بتلاقي قديش الفوارق، ودكه البدلاء لمصلحه الانصار. يعني عندك اونيجا على دكه البدلاء، عندك جهاد ايوب، يعني عندك لاعبين محمود كشك بيقدر يعمل هو عم يحاول يعمل توازن دفاعي، وكمان لعله يمكن اذا المباراه راحت على وقت اضافي يكون عنده بعض الحلول مثل حسام منذر ومحمد ادوح بقوراء يستعملهم من الناحيه الهجوميه. دفاعيا كان كل الكلام بعد مباراه نهائي كاس النخبه بين الانصار وشباب الساحل عن الدفاع الانصاري، ان كان باداره الانصار يلي سريعا بلشت البحث عن مدافع و اعادت ابو بكر كمارا، هو قرار صحيح برايي لانه كمارا بيقدر يلعب اكثر من دور دفاع ان كان بقلب دفاع او بوسط الملعب صحيح، او ان كان على صعيد المنظومه الدفاعيه. اليوم الامر الواضح كان انه في اربع او خمس لاعبين بالانصار ما خصنا بالدفاع، هيدا كان ادائهم بالمباراه. بيقول على الانصار انه ينتبه، هو فريق كبير مش كل مباراه سهله، مش رايح ليفوز، وعندما بيخسر ما لازم يتفاجأ، لازم يكون التقييم فني ومنطقي وواقعي دائما. لا شك الفريق عنده منظومة هجومية قوية، وبعض الأحيان بتدفع ثمنها بعض الريسك أو المغامرات، هون بده يكون منطقي. لا شك تواجد كامارا وعبد الله طالب اليوم كتشكيل ممتاز، وهذا للمستقبل يؤسس عليه، لكنه السؤال هل هن جاهزين؟ هذا بنشوفه خلال المباراة، لكنه كتأسيس لنادي الأنصار عبد الله طالب مع كامارا قادرين يعملوا التوليفة، لاعب القوي والأفريقي القوي مع اللاعب الذكي، وبيساعد كثير عبد الله طالب بتطليع الكرة. هون بيطار كمان حيعطي توازن دفاعي للفريق. تواجد اللواتي إذا بدنا نحكي فيه هلا، تواجد اللواتي هو من المساعدين بالمنظومة الهجومية للفريق الأنصار، لأنه بس بمركزه للواتي مركزه منه الطبيعي، يعني بنعرف حسام اللواتي صانع ألعاب أو جناح، اليوم عم تقتله نزعته الهجومية بوجوده بهالمركز، بس مضطر المدرب عليه يوجد أفضل توليفة، وعنده عدد كتير كبير من اللاعبين، هل على اذا اللواتي بيقبل بدوره وبيقوم فيه؟ انا برايي قادر يقوم دور كثير كبير، خاصه اذا انت عندك لاعبين كثير بالهجوم لازم كيف توصل لهم الكره هي الاصعب بالنسبه للانصار. اذا ما استعمل ضده الضغط العالي ومتوقع اليوم مع مهاجمين العهد الاقوياء بيستعملوا الضغط العالي، اللواتي بيساعد باصعاد الكره، زائد انه اللواتي اليوم من الممكن يكون متحرر من جهه حسن بيطار، بيطار بيثبت هو بيروح بيهاجم وشبريكو من الجهه اليسرى، لان حسن بيطار اصلا مش من اللاعبين يعني بيقدر يزيدوا مثل حسين عواض. بصير عندك عبد الله طالب وكمارا وبيطار مع اثنين حيدر رباعي سبتين، مره بيمشي اللواتي مره بيمشي شبريكو. بدي احكي عن موضوع اللواتي بس لنعطيه حقه لحسام اللواتي، يعني بالمباراه امام شباب الساحل اكد انه هو الوحيد من اللاعبين يلي كانوا موجودين اذا فينا نقول خارج خط الدفاع عم بيكون مسؤول عن دوره الدفاعي، واليوم مطلوب من حسن معتوق وحسن شعيتو موني وسوني يلي كان غائب عن هيدي المباراه شغل كبير على صعيد عدم السماح لهيثم فعور ووليد شور انه يطلع الكره لاحمد زراوي وربيع عطايا. الدفاعيه لازم تبقى بتبدا من المهاجم، ما في حدا معزول من واي منظومه هجوميه بتبقى عند حراسه المرمى. طبعا مهاجمين الانصار مطالبين ببدء المنظومه الدفاعيه من عندهم وتخفيف الضغط على لاعبين الوسط وبالتالي على الدفاع، الكل لازم عند خساره الكره يدافع، وهذا امر بعتقد قادرين مهاجمين الانصار يملكوا القوه والسرعه والبديهه والحيويه انه يقدر يضغطوا على 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 الناحيه الدفاعيه، وهذا امر كثير مهم عم نقوله انه اللاعب ما الفكره وين عم يلعب، الفكره انه عنده دور هجومي ودور دفاعي،
يقوم فيه بسرعه التحول ترانزيشن بالفوتبول الشربي اللي هو اهم شيء، سرعه التحول هو هذا اهم شيء عند الفريق كله، كان من حراسه المرمى ولا المهاجم، هذا لازم يعرفه. المهم العمل كمنظومه هجوميا ودفاعيا. الانصار بعتقد بيملك كل الحلول، بيقدر كيف بيملك كل الحلول، قادر خاصه اذا ما قدر يخرج الكره من الخلف يوصل للهجوم، وعنده مهاجمين مثل صوني سعد وحجي مالك وموني ومعهم المعتوق بيقدروا يضربوا فريق العهد او يضربوا دفاعاته. فبالتالي في شيء ميزه يعني بتشاركوها الفريق. بما انك ذكرت المعتوق، يعني اليوم عم يلعب بمركز غير المركز يلي بدا فيه مشواره مع الانصار، ما موجود على الطرف، موجود خلف الحج مالك. قد ايه مهم اليوم دور المعتوق انه يسقط بين هيثم فعور ووليد شور ليقدر يستلم ليقدر يبني العمليه الهجوميه، الامر نفسه يلي المفروض يعمله محمد حيدر. هون الميزه اللي حنشوفها اليوم اذا املها عدنان حيدر واللواتي، انه عندما يسقط المعتوق خلف بين يقف بين الخطوط الدفاع والوسط، انه هن اللاعبين القادرين على التمرير للامام مش بس بالعرض، انت بدك لاعب الوسط اللي بيأدي التمرير الامامي، وهذا بنفقده بلبنان. اللواتي قادر يعملها، هذا التمرير الامامي اللي بيضرب فيه خط كامل من الدفاع، يعني خط وسط متكامل بيضربه باربع خمس امتار بيلعب خلفهم، هذا المطلوب من اللواتي وعدنان حيدر اليوم، وهذا اذا تواجد المعتوق بهالمنطقه واستلم ممكن يشكلهم، قادر يمرر، قادر يمشي يعمل مراوغات، وقادر يسدد. هون ما بعرف قد ايه رح يقدر يعمل مراوغات مع ارضيه الملعب، يعني الحشيش عالي جدا واللاعبين كتار مهاريين موجودين للأسف. اليوم على ارض ملعب صيدا البلدي. على امل مشاهدينا كابتن جمال اكيد رح نرجع نحكي نحن وياك على الهاف تايم، على امل انه تكون المباراه جميله، مباراه تليق بمستوى الكاس السوبر، تليق بفريقين سوبر راح يكونوا موجودين بالموسم الجديد، اصبحوا اصدق قادرين على ارض الملعب بانتظار بدايه اللقاء والكره الاولى اللي راح يحركها فريق العاد. راح انتقل عن زميلي فارس كرم الى غرفه التعليق ومن بعدها انضم له على امل اول 45 دقيقه تكون على مستوى الطموحات ونستمتع فيها نحن وياكم. تفضل فارس. شكرا شربي، التحيه لكل مشاهدي الام تي في مع بدايه الموسم الرسمي اذا بدنا نقول، كاس اليوم هي كاس رسميه، كاس السوبر. هل راح تكون الثالثه ثابته لفريق الانصار من بعد ما فشل بمحاولتين بمواجهه العهد؟ مرتين العهد كان عم بيفوز على الانصار 1-0 و2-0، هيدي المباراه الثالثه بيناتهم ضمن كاس السوبر. الانصار اليوم يعتبر تقريبا مكتمل الصفوف بعكس فريق العهد يلي عم بيجيب عنه لاعبين من العيار الثقيل، وقت بقول مهدي خليل الجبل بحراسه المرمى يلي عبر شاشه الام تي في بدي اقول لك انا يا جبل سلامتك وان شاء الله باسرع وقت ترجع للملاعب، بالاضافه كمان لعيسى يعقوبو واحمد صالح يلي عم بيغيبوا عن تشكيله فريق العهد، هن لاعبين اساسيين، بينما من ناحيه فريق الانصار يعني تقريبا التشكيله كامله متكامله، ونصار نصار رجع للتمارين صحيح بس بعد ما اخذ الضوء الاخضر من طبيب الفريد خوري، اذا بيرجع للاحتكاك والمباريات لانه التمرين شيء والمباريات شيء. على كل الانصار جاهز لبطوله لبنان، هالبطوله اللي اشتاق لها كثير الانصار، اخر مره احرز لقبها موسم 2006 2007، من بعد 12 لقب توزعوا بين النجمه والعهد والصفا، والانصار عم بيكون غايب تماما عن لقب بطوله لبنان. هيدا الزعيم الاخضر، هيدا زعيم الالقاب بكره القدم اللبنانيه يلي اليوم بيتمنى يحرز لقب كاس السوبر ليدخل لمباريات الدوري الاسبوع المقبل بافضل صوره وبافضل معنويات. مين اول مباراه؟ اول مباراه بالدوري انصار نجمه. وقت نقول انصار نجمه بتعرفوا قد ايه هالمباراه مهمه، قد ايش لها اهميه بالشارع الكروي، قد ايه بيحكوا عنها، بيقعدوا من هلا ببلشوا يحضروا لهالمباراه يلي رح تتابعوا الموسم حصريا عبر شاشه الام تي في. تحيه كبيره اليوم لكل فريق عمل الام تي في، للمخرج فادي حداد، لكل المصورين التقنيين، على امل نشوف مباراه حلوه نستمتع فيها لكل اللي قاعدين ببيوتهم او بالمقاهي او وين ما كان عم يتابعوا شاشه الام تي في. تحيه لكم، على امل نقضي نحن وياكم ساعه ونص من الوقت، ومين بيعرف اذا تعادلوا الفريقين نص ساعه اضافيه رح تكون كمان، واذا بقي التعادل بنروح لركلات الترجيح. مباراه حلوه، مباراه حماسيه، بانتظار من بعد ما تم معالجه الشباك والتاكد من الشباك، مباراه يلي رح تبدا بعد لحظات قليله بقياده الحكم محمد درويش، عم بيعاونه محمد رمال وتيسير بدر والحكم الرابع جميل رمضان. المنصه الرئيسيه رئيسي ناديي العهد والانصار بتوسطهم امين العام
امين عام الاتحاد اللبناني لكره قدم ابو فراس جهاد الشحر في المباراه. ابتدت كره البدايه كانت مع فريق العهد اللي عم بيهجم من اليسار الى يمين الشاشه، وقد ما بغيب عن لاعبين فريق العهد اسامي بيبقى الفريق البطل، بيبقى صوره البطل يلي بدك توجهها وبدك تواجه فريق واسامي كثير كبيره. خليل خميس يلي قدم موسم اكثر من ممتاز الموسم الماضي وكان واحد من افضل مواسمه على الاطلاق، خليل خميس لاعب منتخب لبنان، يعني مباراه حلوه على امل نشوف نهايتها كمان تكون حلوه. استاذ ريمو سمعان عم يوصل كمان للمنصه الرئيسيه. كرة أمامية لفريق الأنصار، محاولة أولى، محاولة أولى بالمباراة بيبعدها خليل خميس، بعدني عم بحكي، توصل لعند الحاج مالك وفرصة أولى، مش معقول، مش معقول، مش معقول، مش معقول شو عم بيصير؟ العهد، العهد عم بخمس، العهد عم يصمد من هدف أول بالمباراة الأنصار، شو بدكم أحلى من هيك طابي، أحلى من هيك فرصة لافتتاح التسجيل بأول دقيقة من المباراة. محمد حمود على أرض الملعب حارس مرمى فريق العهد، صار في خطأ دفاعي من فريق العهد، الأنصار استغل هالشيء والحظ عم يوقف إلى جانب العهد وعم بيعاكس فريق الأنصار بأول كرة بالمباراة بأول دقيقة. محمد حمود لازم يرجع يقوم ويتابع لأنه ما في شيء أبداً، محمد حمود اصابته ما بتدعي ابدا للخوف. موني 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 سدد على يمين محمد حمود يلي هون عم ياخذ الكره والاحتكاك اللي كان مع حسن معتوق، هون الكره عم يبعدها نور منصور بيخطفها موني بيتركها الحاج مالك، ذكي كثير لانه كان خايف انه يكون متسلل مرمى العهد، عم بيخلص من الهدف الاول بالمباراه. حمود بيرجع بيقوم، ما في شيء ابدا، ما بتحمل ابدا اصابه اي حارس مرمى بعد بفريق العهد بعد اصابه مهدي خليل، ومحمد حمود عم يرجع لحراسه مرمى فريق العهد وحارس البديل هو هادي خليل. يعني حراسه مرمى العهد هالموسم بامان مع ثلاث حراس من المستوى الممتاز. الحكم محمد درويش عم يترك اللاعب ادفانتج بنص الملعب لصالح فريق الانصار، الانصار افضل باول دقايق المباراة. موني هل رح يدركها للواتي؟ لا، بمررها للشبريكو، الشبريكو على الجهة اليسرى بتنقطع الكرة، الشبريكو وفي خطأ واضح هون، حسين زين بيتعرض لخطأ وركلة حرة رح تكون لصالح فريق العهد. العهد بده يمتص هالفورة، وعم نشوف كمان العشم يلي هون وقت عم يوقع اللاعي عم ينزل لتحت شكل عم نشوف ايه بيختفي. لا بعده حسين زين بعده بالمباراة، كان لازم تكون الامور افضل مع كأس السوبر يلي كل المشاهدين وكل متابعين فوتبول يلي بلبنان وخارج لبنان عم بيتابعوا شاشة الام تي في وعم بيشوفوا كمان هالمباراة مباشرة على الهواء. لكن شرب الاول اربع دقائق الانصار افضل، الانصار عنده فرصة اخطر، الانصار مكتمل الصفوف. السؤال قد ايه العهد رح يقدر يخلي صورة البطل اللي عنده اياها بغياب ثلاث لاعبين من العيار التكتيكي؟ يعني عدة عناوين مثل ما ذكرنا فارس بتحملها هالمباراة، تحديدا من جهة الانصار يلي بيحمل عدة رسائل الى العهد من خلال سعيه للفوز باللقب اليوم، اولهم استعادة اللقب من اول لاول مرة من عام 2012، بيقترب من العهد يلي عنده سبع القاب مثل ما قلنا والانصار عنده خمس القاب، ايضا بيوجه رسالة للعهد انه هو موجود. لكن شربي بس خلينا نشوف هالطابق وموني يلي عم يخسرها بترجع بتروح لحسين زين يلي بيلعبها اماميه، ممنوع المخاطره باي نوع من الكرات، بده ينتبه كثير منيح اللي فيها فريق الانصار. عبد الله طالب كان عم يلعب كره حلوه اماميه وتدخل ممتاز ممتاز من نور منصور بتروح ركله مرمى لصالح محمد حمود. جمهور الانصار خلف مرمى فريق العهد وجمهور العهد خلف مرمى فريق الانصار. يعني الاتحاد اللبناني فضل انه يترك الجهه المواجهه للملعب فاضيه تماما ويكون جمهور الفريقين محصور على شمال وعلى يمين المنصه.
فرصة أمامية مع العكيشي، العكيشي اللاعب التونسي سيفي كتير كبير، هلا بنخبركم عنه خلال المباراة. تنتقل هجمة مرتدة لفريق الأنصار، أمامية للحج مالك، بيروح الغزال الغزال الغزال، الحج مالك داخل منطقة الجزاء، الحج مالك خليل خميس علينا، الحج مالك ما راح يتركه أبدا، يتحرك فرصة أمامية جديدة لفريق الأنصار، ودفاع فريق العهد كيد كمان يدفع الثمن بالمحاولة الثانية، ما زالت الفرص وما زالت التسديدات والتمريرات والمحاولات على مرمى فريق العهد ببداية المباراة، يعني بخمس دقائق ونص انه تقدر توصل لمرمى العهد بهالفرص خطيرة جدا، يعني شغلة كبيرة. أرضية الملعب برجع بقول ما عم بتساعد أبدا، فريقين على أمل يتأقلموا معه، وليد شور بمنتصف ملعب بمرر الكرة للعكيشي، ترجع بتروح سريعة لعند زريق، زريق للعكيشي، العكيشي على حدود منطقة الجزاء، بيدخل منطقة الجزاء، العكيشي اللاعب التونسي يعني بيلعب الكرة ومطالبة بركلة جزاء بنالتي، الحكم محمد درويش بيقول لعب ما في شيء أبدا. خليل خميس أخطأ الخميس ويمكن يدفع ثمنه، المعتوق كاد يعملها المعتوق، يعني الفرص الخطيرة الفرص الكبيرة هيدي الفرص ما بتصير دايما قدام مرمى فريق العهد، ومش دايما يا أنصار بدكم تضيعوا هيك فرص، بدكم ما تتحسروا على هالفرص بنهاية المباراة، لأنه فرص من العيار الثقيل يلي عم يضيعها الأنصار بأول سبع دقايق. الأنصار هو سيد الملعب، الأنصار عم بيسيطر، الأنصار عم بيضغط، الأنصار محاولات العهد عم بيدافع، وفي خطأ لصالح فريق العهد، والمحاولات خطرة كتير شربل، يعني سبع دقايق ونص الأنصار كل شيء بالملعب، سبع دقايق الأنصار الطرف الأخطر، الأنصار الطرف الأكثر رغبة لافتتاح تسجيل، هون إنجاز فينا نقول من محمد حمود، أغلق له الزاوية تماما لحسن معتو، عنده فرصة صريحة كان نجم الأنصار جديد لافتتاح التسجيل، لكن مين راح يفتتح التسجيل بالشوط الأول على ما يبدو مباراة هجومية، ولو إنه حكينا بوجود عدد كبير من اللاعبين المهاريين أرضية الملعب ما عم تساعدهم أبدا أبدا أبدا، لكن بيبقوا برغبتهم الكبيرة بما بقدراتهم الفردية قادرين يوصلوا إلى المرميين، يعني حسن معتوق كان الأقرب بعد موني يلي سدد بالقائم، نجمي العهد السابق هن اليوم الأبرز بأول سبع دقائق من ناحية الفريق الأخضر، بالوقت يلي حاليا العهد عم يحاول يستعيد مبادرة مع محمد حيدر، كمارا عم يتدخل ممتاز جدا المدافع الغيني، موني بيحاول يبر لكن عم يصطدم هون بوليد شور، الكرة الأمام للعهد مع محمد حيدر ما بيمر عن عدنان حيدر، تروح لحسام اللواتي، شوفوا تضييق المساحات، شوفوا الضغط العالي اللي عم يعملوه لاعبي العهد، على كل حال شفنا ببدايه المباراه احتكاكات كثير كبيره بين لاعبي الفريقين سببه عمليه الضغط العالي يلي عم يمارسوها بوسط الملعب ان كان من ناحيه العهد او ان كان من ناحيه الانصار، حسام اللواتي من جديد بيستلم بيحاول يلعب الكره الاماميه طويله بتجوها للحج مالك، حج مالك لكن الاقرب كان محمد حمود هالمره، شوفوا سرعه الايقاع لاعب حمود دغري بيمشي الكره مع حسين الزين، يعني هيدا الامر بيعكس الشيء اللي تحدثت عنه هو الرغبه الكبيره يلي عندهم اياها الفريقين لافتتاح تسجيل، هيثم فعور الفعور افتقاد لعيسى يعقوب من دون شك راح يكون كتير كبير بمباراة اليوم، اللاعب الغاني يلي بيعمل مجهود رهيب بخط الوسط يلي عم راح يخوض موسمه الثالث مع فريق العهد يلي عم عنده محاولة هون، والكرة عم تنقطع باللحظات الأخيرة من أمامه لربيع عطايا، بثلاث لمسات من وسط الملعب قدر يوصل لمنطقة جزاء الأنصار، شوفوا بالإعادة مرة جديدة مريرة ممتازة هون من محمد حيدر وأحمد زريق لربيع عطايا، هيدا هو مثلث الرعب، هيدا هو مثلث هجوم العهد يلي طبعاً بيكملوا احمد العكايشي المهاجم التونسي اللي بينتظر منه كثير فريق العهد بهالموسم بعد الاستغناء عن مارتن توشيف او عدم الاتفاق على التجديد مع مارتن توشيف، وصول العكايشي محمد حيدر هو على تنفيذ الكورنر، حيدر بيلعبها قصيره لحسين دقيق، الدقيق رح يلعب الكره العرضيه بالفعل، الكره العرضيه مقطوعه، الكره العرضيه هالمره من الحج مالك، على ما يبدو لاعبي الانصار تعلموا من درس
المباراة النهائية لكأس النخبة، الكل عم بيشارك بالحالة الدفاعية تقريبا، تركي طبعا حسن معتوق وحسن شعيط وموني وهن الأسرع ليقودوا الهجمة المرتدة إلى جانب عدنان حيدر مع الكرة ملعوبة لداخل منطقة الجزاء، مقطوعة بالرأس أيضا بمرحلة ثانية الحاج مالك بمعدة اليوم الافتقاد بالتشكيل الأساسي إلى صانع اللعب عباس عطوي أونيكا، عنده شد بفخذه الأيمن بحسب ما أبلغني قبل بداية المباراة، ولهالسبب موجود على مقاعد البدلاء أونيكا من دون شك قادر يشارك بالشوط الثاني وقادر بالطبع يصنع الفارق اذا كان الانصار بحاجه له. بالوقت اللي ربيع عطايا حاليا عم يستلم الكره، لكن كان في خطا عم بيقول الحكم محمد درويش، مباراه اليوم بيقودها محمد درويش بيساعده محمد رمال تيسير بدر وجميل رمضان كحكم رابع، ركله حره رح تكون لمصلحه الانصار. محمد حيدر عم يعترض عند حكم المباراه، كرة ملعوبة على الجهة اليسرى الشبريكو لحسام اللواتي او لحسن معتوق، المعتوق هو يلي عم يستلم المرة لعند موني، موني بحافظ على كرة تحت الضغط بترجع لعند الشبريكو بده يحاول يلعب الكرة العرضية، عم ترتد من وليد شور التماس لمصلحة الانصار على طرفي الملعب، الانصار خطير بالعمق، الانصار خطير بكل مكان، الانصار خطير وجمهوره يلي متواجد الى يسار المنصة الرسمية باعداد كبيرة بالمقابل، جمهور العهد الى يمين المنصة الرسمية، اليوم ما في حدا بالجهة المقابلة للمنصة على غير عادي بملعب صيدا البلد. منظمي المباراة اختاروا هالإجراء، جمهورين منفصلين تماما وبعاد عن بعض، كل موجود بالملعب قوة أمنية، لكن الغائب فقط هو عناصر الدفاع البدني، أمر غريب بصراحة. على كل حال نتمنى أكيد ما يصير أي حادثة تستدعي نقل احد اللاعبين، يعني بنتمنى قبل بدايه الموسم ايضا الاصابه تبعد عن كل لاعبي الدوري. بالوقت يلي حاليا موني عم يستلم وانطو جميله جدا مع الحاج مالك، لكن الكره بعيده عم بيحاول يلحق فيها سوني سعد، هو يلي بيأثر على الكره، خرجت الكره، خرجت الكره رح تروح الى ركله مرمى عند محمد حمود. يعني من حركه الكره على ارض الملعب تقدروا تعرفوا مدى الصعوبات يلي عم يواجهوها اللاعبين، ما بحسدهم ابدا. كان المفترض المباراة تقام على ملعب بديل كميل شمعون الرياضي مساء امبارح، لكن عدم جاهزية الملعب لاستضافتها فرض نقلة إلى ملعب صيدا على أمل يكون ملعب المدينة جاهز لافتتاح الدوري وملا افتتاح للدوري. نجم أنصار الديربي الكبير، وطبعا مباشرة وحصريا عبر شاشة ام تي في. بالوقت يلي الكرة العرضية عم تلعب حاليا مقطوعة من قبل مدافعي الأنصار، العهد عم يحاول نظم صفوفه تيهاجم خليل خميس منه لعند وليد شور، وليد عم يحاول يتقدم بيلعب الكرة على الجهة اليمنى، ربيع عطايا، ربيع، ربيع بيوسع لنفسه بده يجرب يسدد، ربيع عطايا، ربيع عطايا، ربيع عطايا، ربيع، ربيع، ربيع ما بيقدر يتابع ربيع، وليد شور أيضا. يعني شوفوا هيدي هي المشاكل يلي عم نتحدث عنها، أمر غير مقبول بصراحة. كرة كثير من المحلات ما عم تمشي، كثير من المحلات التمريرة عم تكون خاطئة من اللاعبين بسبب سوء أرضية الملعب، مع أحمد زرق بيلعب الكرة للأمام، مقطوعة من حسام اللواتي، عودة ممتازة كانت من اللواتي، جوكر فريق الأنصار بكل المراكز بيقدر يكون موجود أفضل ممرر للكرات الحاسبة بالموسم الماضي ببطولة الدوري، مقطوعة الكرة من جديد، هيثم فاور السجال مستمر على طرفي الملعب بين الفريقين، ورد التماس هون راح تكون لمصلحة فريق العهد اللي هو حاليا بهجوم على الجهة اليسرى مع حسين دقيق تحديدا، هيدا هيثم فعور قائد العهد، والكرة ملعوبة للأمام، العكايشي بالصراع مع أبو بكر كمارة، مقطوعة مرة جديدة، يعني نفس المشهد فارس عم نشوفه من ناحية فريق العهد، عم يعتمد على الكرات الطويلة بالوقت الحالي اللي عم تكون صيد سهل المنال بالنسبة لمدافعي الأنصار. يعني من بعد فورة فينا نقول بأول خمس دقائق لفريق الأنصار رجع استوعب هالشي فريق العهد ورجعت كافأت المباراة بين الفريقين، الحاج مالك بيتقدم، الحاج مالك معه خليل خميس بيرجع الكرة، الحاج مالك لحسن معتوق، حسن معتوق بيتقدم، بيتقدم المعتوق معه هيثم فعور، هيثم بيقطع الكرة بالوقت المناسب، هيثم بيعرفه لحسن معتوق كثير منيح من وقت ما كان يلعبوا سوا، وخطأ كبير، خطأ كبير عم بيكون كمان مرة من دفاع فريق العهد، هي للمرة الثانية على التوالي دفاع العهد أخطأ بالكرة وكاد يدفع ثمنها، مطالبة بركلة جزاء بنالتي، مطالبة بركلة جزاء بنالتي
والانصار عم بيطالب وجمهور الانصار بركل الجزاء باعتبار انه الكره لمست ايده لحسين دقيق. هلا اللمس كان واضح بس قرار الحكم هو تقديره اذا ركله الجزاء بيتم احتسابها او لا، بس في لمسه يد واضحه كانت على حسين دقيق. وكمان الخطا عم بيكون من دفاع فريق العهد، بدي انتبه بس مبرمر كثير بين الشوطين. اذا فينا فادي حديد كمان نرجع نشوف بالاعاده كمان مره الحادثه يلي صارت والكره يلي عم بيطالب فيها الانصار بركله الجزاء. هون الخطا من حسين دقيق، هون اول مره، ثاني مره هون الكره يلي لمست ايده لحسين دقيق. نرجع بنقول اللمس واضح بس التقدير بيرجع لحكم المباراه. ما لازم ابدا بخبرتك يا دقيق، وما لازم ابدا اي مدافع يعمل دريبل بمنطقته، هيدي منطقه حمراء بيقولوا لها سون روج بعالم كره القدم، يعني الخطا ممنوع، ممنوع المراوغه، منك مهاجم لتراوغ ابدا، لازم تشيل الكره تبعدها مثل ما صار هلا مع نور منصور يلي بمرر لربيع عطايا. ربيع عطايا على السريع اللواتي بيرجع بيقطع الكره اللواتي منه لموني. الله الله الله، يعني انا لمس غير مقصود ومنه متعمد لانه اللاعب على الارض هيك على السريع. عم بيعطينا رايه الحكم الدولي السابق رضوان غندور يلي بيقول انه ما كان في قصد وفي لمسه يد بس ما كانت ابدا مقصوده، فلهالسبب ما في ركله جزاء بنالتي. شبريكو بيتقدم، حلوه من الشبريكو تنقطع سريعه من ربيع عطايا. ربيع عطايا بفتش وين محمد حيدر، تمريرات العهد، يعني غياب عيسى يعقوب واضح عن خط وسط فريق العهد. هيدا امور يلي لازم كل فريق ينتبه له قبل بدايه الدوري. العهد يلي رح يغيب الاول مرحلتين باعتبار رح يكون عنده استحقاق كثير مهم مع نهائي بطولة غرب آسيا، لكل تمنياتنا بالتوفيق لفريق العهد. كرة عالية عند الحاج مالك، الحاج مالك مراقب، الحاج مالك وفي في ضياع، في ضياع بدفاع فريق العهد. ما تعودنا ابدا نشوف التردد يلي موجود بدفاع اليوم بمباراة اليوم. لهلا الانصار ما عم يستغل هالشيء، مع العلم انه سنحت له العديد والعديد من الفرص المهمة. حسن معتوق على التنفيذ، حسن معتوق، حسن معتوق بيلعب الكرة لموني، موني لحسن معتوق، حسن معتوق بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة لفريق الانصار. هل رح يتمكن انه يسدد هالكرة مثل ما لازم؟ ما رح ينجح كان ابدا. سوني سعد وعالي كثير من المعتوق، عالي كثير من المعتوق، بعيدة بعيدة من دون ما تشكل أي خطورة. جمهور الأنصار اليوم لبى النداء وعبى المدرج المخصص لإلي على أمل نشوف حشة جماهيري غير مسبوق بمباراة الأنصار والنجمة بافتتاح الدوري اللبناني لهالموسم. بالمرحلة الخامسة العهد رح يواجه الأنصار بالدوري، ومن بعدها كمان بالمرحلة التاسعة العهد بيواجه النجمة. الموسم الماضي ذهابا العهد كان عم يتغلب على الأنصار 1-0، وإيابا الأنصار سجل نتيجة كبيرة على حساب العهد 3-0. أبو بكر، أبو بكر، أبو بكر بيخسر الكرة، ما حدا يراوغ اليوم. الدفاعية كثير عم ياخذوا ريسك، عم ياخذوا مخاطرة كبيرة لهلا، وعلى أمل ما حدا يدفع الثمن. فرصة العكيشي هون ما قدر يسيطر عليها، ما قدر يعمل لها كنترول. كانوا لاعبين من فريق العهد بمواجهة لاعب من فريق الأنصار، محاولة جديدة لفريق العهد على مشارف حدود منطقة الجزاء مع أحمد زريق. أحمد زريق بيطلع بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء لعند محمد حيدر، فرصة لفريق العهد إذا قدر يستغلها. كرة أمامية ما زال الخطر موجود، ما في ما في ما في خطأ، ما في شيء أبدا. محمد درويش بيتابع اللعب، لواتي، لواتي بحافظ على الكرة بيحميها مثل ما لازم. بهالوقت بمررها للبيطار، بيطار للواتي، اللواتي للمعتوق، المعتوق بغير اتجاهها لعند موني، موني بيتقدم، موني بيتخطى المنصور، ترجع لعند المعتوق، ما زال الخطر موجود، الضغط موجود، الانصار موني بعيدة يا موني، حلوة،
يعني فكرة حلوة بس الفيزا ما كان كتير منيح أبدا. كرة لخارج الملعب وأحمد العكيشي اللي رح يكون أجنبي الثاني بصفوف فريق العهد من بعد ما العهد اعتمد على الأجنبيين اللي كانوا معه الموسم الماضي، عم نحكي عن عيسى يعقوبو وأحمد صالح، والجديد هو أحمد العكيشي اللي لعب مع الاتحاد السعودي وكان مؤخرا مع فريق الاتفاق السعودي. مسيرته الاحترافية بلشت بتونس ولعب مع النجم الساحلي، احترف بألمانيا مع فريق إنغولشتات مع الترجي التونسي، ونهاية مشواره كان قبل ما يوصل لفريق العهد مع فريق الاتفاق السعودي وتسديدة من اللواتي. يعني عم نشوفها السنة أكثر من مواجهة تونسية، خاصة شربل بين الفرق الثلاثة، يعني وقت نقول مراد الهذلي من النجمة، العكيشي من العهد، واللواتي من الأنصار. حلو، ثلاث لاعبين توينسي بأبرز ثلاث فرق لبنانية، وأيضا لاعبين قادمين من الدوري التونسي. هذا الأمر تعودنا عليه بالسنوات الأخيرة. أبودو إساكا مهاجم نجمة، واحد منهم الوقت يلي حاليا في كرة عرضية من أحمد الزريد داخل منطقة الجزاء، التدخل من نزيه أسعد والاصطدام مع أحمد العكيشي. كل السلامات للحارس الأنصاري الجديد نزيه أسعد يلي انتقل إلى صفوف الأنصار هالصيف قادما من نادي طرابلس، واحد من الحراس البارزين كانوا بالموسم الماضي على صعيد بطولة الدوري، ولو أنه فريقه عانى بشكل كبير. هون بالإعادة مرة جديدة، الكرة العرضية من أحمد الزريق، اطلع لعب مباشرة باتجاهه للعكيشي، ولحظة الاصطدام هون بين العكيشي ونزي أسعد، طبعا أمر غير متعمد كان من المهاجم التونسي. نزيه أسعد فينا نقول لعب دور كبير ببقاء طرابلس بالدرجة الأولى بالموسم الماضي. كل السلامات لإله. حسن مغنية اليوم موجود على مقاعد البدلاء، العديد من الأسماء الغائبة عن الأنصار اليوم. نصار نصار واحد منهم بعد ما جهز بشكل كامل، ولو أنه عاود التمارين، الظهير الأيمن ظهير منتخب لبنان، يعني متوقع أنه نشوفه مع انطلاق الموسم الجديد بصفوف الفريق الأخضر. أيضا إياد حمود منتظر بشكل كبير بالموسم الجديد، وخصوصا مع القانون الجديد يلي أصدره الاتحاد اللبناني على صعيد إشراك لاعبين بعمر 22 سنة وما دون لعدد معين من الدقائق خلال مشوار الموسم. حسين عواضة أيضا عم بغيب بسبب الإصابة. نزيه أسعد بخير وراح يتابع هالمباراة، يلعب الكرة مباشرة باتجاهه للحج مالك. خليل خميس عم يتدخل عم يقطعها، هيثم فعور أيضا مقطوعة بالجهة المقابلة من عبد الله طالب. من وقت قدومه إلى الأنصار ما قدر يلعب دور عبد الله طالب بسبب الإصابة يلي لحقته، لكن على ما يبدو هالموسم راح يكون له دور مع نزار محروس. بالوقت يلي موني بيحاول يخترق المنطقة، حسين زين كان أسرع منه الظهير الأيمن المميز دائما بمركزه، عم يقطع الكرة منه لعند نور منصور. وليد شور لعند حسين زين، يرفض العهد تشتيت العشوائي، عم يحاول يطلع بسلسله التمريرات. هذا الامر يلي كان عم يحاول يعمله حسين زين، لكن الكره عم تقطع من اللواتي، لمسه جميله من اللواتي مع حسن معطوق. ايضا الكره مقطوعه تبقى داخل ارض الملعب مع موني. موني لعند الشبريكو، الشبريكو بيحاول يمر على الجهه اليسرى بيلعب الكره العرضيه. طريق الخطأ من نيران الصديقة، من نيران القاتلة، من نيران يلي حرقت محمد حمود بالكرة الأخيرة وأشعلت مدرجات الأنصار فرحا. 1-0 للأنصار النتيجة بعد هدف خطأ بمرمي، رح تشوفوا بالإعادة فعلا واحد من أغرب الأهداف هون. الكرة من الشبريكو وخليل خميس، خليل خميس ومحمد حمود أيضا يعني تفاجأ بالكرة بشكل كتير كبير، ما قدر يعمل أي شيء شبريكو. من جديد الكرة العرضية، وشوفوا خليل الخميس وحمود بشكل غريب جدا، الهدف الأول لفريق الأنصار بالمباراة. ما قدر يسجل المعتوق، ما قدر يسجل موني، لكن خليل الخميس كان حاضر على مسار الكرة الأخيرة ليسجل عن طريق الخطأ
بمرمى فريقه غير محظوظ ابدا خليل خميس بالكره الاخيره. يعني طبعا بتصير مع اكبر المدافعين سيء الحظ. خلينا نقول خليل خميس لانه كان عم بجرب يقطع هالكره قبل ما تمر لاحد لاعبي الانصار، لكن ارتدت منه الى داخل مرمى محمد حمود. ولعت المباراه بدون شك بالدقيقه 25 بعد هالهدف يلي سجله العهد عن طريق الخطا بمرماه يلي عم يمنح الانصار اذا التقدم 1-0 بعد مرور 25 دقيقه. هدف بدون شك رح يعطي دفعه للانصاريه مع حسن معطوه يلي عم يحاول يمر على وليد شور على الجهه اليسرى المعطوه يتابع تقدمه المعطوه عم يسقط المعطوه ما في اي خطا. بيقول حكم المباراه محمد درويش والعهد عم يحاول يرتد وعم يحاول يرد بالوقت يلي موني هو عم يستعيد الكره. موني عم يتقدم على الجهه اليسرى دائما التركيز المره مع الشبريكو بترجع لعند موني. المساحات الضيقه ما في مشكله بالنسبه للانصار لانه اللواتي كان عم يضرب من بعيد بالتسديده، لكن الحمود كان على مساره والعطاي عم ينطلق. جميل جدا المباراه حاليا باللحظات مع كره اماميه، الكره الاماميه والخطوره على العدويه، الكره الارضيه الكره العرضيه جول. قلت لكم العهد بده يرد، قلت لكم العهد عنده الرد، وهالمره الرد كان بواحد من اسلحته الثقيله. خليني اقول احمد العكايشي اول دخوله شمعة طوله وهدف جميل، هدف ملعوب كان من قبل العدويين. احمد العكايشي عم يسجل هدف التعادل ومعيد المباراه الى النقطه الصفر. محمد حيدر عمل شغله كثير كبيره هون. كمارا وعبد الله طالب قلبي الدفاع الانصار كانوا عم يوجعوا قلب الجمهور بهالخطا المشترك وهالكره العرضيه يلي كانت حاضره. واحمد العكايشي بحس الهداف ولو انه من مسافه قريبه، عرف وين يحط الكره، عرف كيف يعيد العهد الى المباراه، وعرف طبعا كيف يسجل اول اهدافه الرسميه بالملاعب اللبنانيه. الدقيقه 27 تماما مشاهدينا، التعادل بين الانصار والعهد والمباراه عم تنطلق من جديد. هيدا الامر يلي كنا بننتظره بالشوط الاول، هيدا الامر يلي كنا بننتظره من فريقين كبار مثل العهد والانصار. فارس، يعني هدف التعادل لفريق العهد شغل كثير كبير كان عم بيقوم فيه ربيع عطايا مع هالتمريره الطويله يلي سقطت، ومحمد حيدر عبد الله طالب ما قدر يتعامل معها مثل ما لازم. ووقت ما بدك تتعامل مثل ما لازم مع هيك تخمه من النجوم والاسماء معقول كثير تدفع الثمن. وهيدا اللي صار من بعد ما تقدم الانصار 1-0 العهد على السريع عم بيرد بهدف التعادل ليعدل النتيجة ويرجع المباراة لنقطة الصفر. أبو بكر كمارة العكيشي بيخطف الكرة، لاعب سريع يعني بيبين من جسمه وكأنه ممتلئ، بس هو لاعب سريع كتير. وقت يركض منصور نور بيقطع الكرة لوليد شور، وليد شور رايق كتير منه لربيع عطايا، ربيع عطايا اللي عم بيطلع لمين على الجهة اليسرى بده يلعب الكرة لعند أحمد زريق، أحمد زريق بيتقدم معه حسن بيطار، أحمد زريق بمرر ربيع عطايا. ربيع، محاولات العهد عم بتكون أقل بكتير من فريق الأنصار، بس بالنهاية اللي بيحكي هو النتيجة التعادل لهلا. ما في فريق متقدم على الثاني دقيق ما رح يقدر يلحقها، 90 دقيقة كرة طويلة سريعة، الوقت عم بمر بسرعة. 29 دقيقة على بداية المباراة والنتيجة التعادل الإيجابي بين الفريقين، هدف أول للأنصار. يعني الهدف يلي كان لازم الأنصار يسجل منه ما قدر يسجل، والهدف يلي دخل مرمى العهد كان هدف فعلا في حظ كتير كبير لفريق الأنصار. حج مالك بيتقدم بمرر على الجهة اليمنى لعند المعتوق بمرر بدوره لسوني سعد، وانتو مع المعتوق بياخد الكرة وبيتعرض للخطأ. الحكم بيقول في خطأ، تيسير بدر بيرفع رايته ليعلن عن الخطأ. العكايشي لعب مع فريق الاتفاق السعودي 16 مباراة، 14 منهم بالدوري ومبارتين بكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل بس 3 اهداف وصنع هدف واحد. برز بشكل كبير مع فريق الاتحاد السعودي، واول اهدافه مع المنتخب كان بمرمى السودان بأم درمان بمباراة ولدية، و
وقتها انتهت 6-2. ركله حره لفريق الانصار داخل منطقه الجزاء، منا لحدا ابدا، بتمر عن الكل، بتوصل عند ربيع عطايا يلي بيحصل هون على رمي التماس. ربيع عطايا لاعب الانصار السابق يلي انتقل بصفقه كبيره لفريق العهد الموسم الماضي. الغائبين اليوم عن فريق الانصار: نصار نصار، يوسف عنبر، حسين عواضه، اياد حمود يلي رح نشوفه بالدوري، وبالاضافه لانس ابو صالح. سريعا الكره، بده ينتبه دفاع فريق الانصار من اي خطا، لانه العكيشي واضح عنده الخبره اللازمه، الخبره الكبيره، ولاعب سريع كثير وقت ينتبه بالكره. حسين زين منه لربيع عطايا، ربيع عطايا تمريره كادت تنقطع، بتروح لعند الفعور، الفعور رايق كثير بمنتصف الملعب. الفعور بيلعب الكره اماميه، بيطلع لزي اسعد من مرميه ليلتقطها، و اصطدام هون، اصطدام منه مقصود ابدا بين احمد الزريق ونزي اسعد. بالاعاده بنرجع بنشوف هالكره. نزي اسعد الحارس الاساسي اليوم بتشكيلة فريق الانصار، حسن مهني الحارس البديل. بنهائي كأس النخبة كنا عم نشوف حسن مهني بحراسة المرمى، وكان نزي اسعد هو الحارس البديل. نزار محروس مدرب الانصار اسم كثير كبير بعالم التدريب، بعالم كرة القدم كلاعب. نزار محروس عمره 56 سنة، من اللاعبين يلي دربوا سابقا بلبنان، سبق ودرب نادي العهد بال 2005، درب نادي الصفا بال 2003، عنده مسيرة كبيرة كانت، واخرها كمان بال 2016 كان عم يدرب فريق طرابلس. رأيت المباراة بعد هدف التعادل لفريق العهد. كرة من عدنان حيدر، ما رح يقدر يعمل شيء فريق الانصار، جمهور الانصار يلي ما لحق يفرح بهدف التقدم على السريع، كان عم يتلقى خيبة كبيرة بهدف التعادل يلي كان بعد دقيقة وحدة بس عن طريق العكيشي. بذكر مع نهاية المباراة بحال بقي التعادل مسيطر على نتيجة الفريقين، رح يروحوا لشوطين إضافيين. هيدي مباراة مش مثل كأس النخبة، يعني نهايتها ما بتكون بركلات الترجيح مباشرة، بيكون في تمديد شوطين إضافيين ومن بعدها مسيطر عليها أبدا حسين زين. عدنان حيدر بمنتصف ملعب، عدنان حيدر بيلعب الكرة أمامية طويلة للمعتوق، وفينا نقول شربل راقد شوي، راقد الأمور شوي بعد هدف التعادل بين الفريقين، النتيجة 1-1، وبأي لحظة معقول نشوف هدف لأي فريق من الفريقين، والمنصة الرئيسية اللي بادية قدامنا مع رئيسي الناديين وأعضاء الاتحاد وسمكي بالاضافه لجهاد الشحف وريمون سمعاني. فاذا مباراه حلوه على امل شربل، نحن عم نعلق على المباراه بس الجمهور اللي عم بيتابعها يستمتع هو قاعد ورا الشاشه. اكيد دعوه لكل جمهور كره القدم اللبنانيه انه يواكب فرقه خلال موسم واعد جدا، على امل انه كل الصوره تكتمل وتكون الصوره جميله، ان كان بالنسبه للفرق، ان كان بالنسبه للملاعب، وان كان بالنسبه للتحكيم أو للجمهور. كلنا بننتظر أنه يكون موسم جميل جدا ونقدر سوا ناخذ الفوتبول اللبناني إلى مستوى أعلى من هيك. على كل حال حاليا مع وصولنا لدقيقة 35 التعادل 1-1، هو المسيطر على ملعب بيروت البلدي. هدف خليل خميس خطأ بمرميه بذكر، رد عليه أحمد العكاشي وعادل النتيجة للعهد، النتيجة 1-1. السيد موسى مكي رئيس لجنة الملاعب، نائب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم الأستاذ ريمون سمعان، الأمين العام جهاد الشحف، رئيسي الأنصار الأستاذ نبيل بدر
والاستاذ تميم سليمان موجودين بالمنصه الرسميه لمتابعه هاللقاء يلي على اثره رح يتوج واحد من الفريقين بالكاس السوبر. 7 القاب للعهد باخر موسمين، العهد كان عم يحرز لقب الكاس السوبر، الانصار اخر لقب له كان بعام 2012. مع العلم يعني الانصار وعند اطلاق هالبطوله كان الفريق الافضل من دون شك على صعيد السوبر، لانه كان الانصار عم يقدر يفوز باول 4 القاب بالكاس السوبر 96 97 98 99 قبل ما ينتزعوا منه النجمه بعام 2000. والعهد اول القابه كان بعام 2005. الاعاده هون عم نشوف الكره اللي خرجت من نزيه اسعد، ركله ركنيه رح تكون لمصلحه العهد. محمد حيدر هو على تنفيذ هالكورنر قبل اقل من 10 دقائق على نهايه الشوط الاول. حيدر بيلعب الكره داخل منطقه الجزاء مقطوعه مره جديده من الحج مالك، عم يلعب دور دفاعي كبير بالوقت يلي حسن معطوه عم يحاول يروح بسرعته بلاش بالمرتده بمر على وليد شور. لا ما بمر عن وليد شور، ممنوع المرور عن وليد شور. هيدا الامر، هيدا الشعار يلي رفعه لاعب وسط العهد بالكره الاخيره مع كره ايضا للامام. خرجت الكره، خرجت الكره يا محمد حيدر. رغبة العهد اصبحت واضحه للخروج من الشوط الاول بتقدم، وخصوصا بعد ما قدر يسجل هدف التعادل. هون وليد شوفوا التدخل الممتاز على حسن معطوه. طبعا وليد شو رح يكون له دور كبير بوسط العهد بالدقائق المتبقيه من المباراه، وخصوصا بعد تلقي هيثم فعور بطاقه صفراء رح يكون حذر جدا قائد العهد ان كان بالشوط الاول او بالشوط الثاني. الدقيقه 37، التعادل 1-1. وليد شور على ارض الملعب مصاب، كل السلامات له. كنا عم نحكي عن الالقاب، القاب الفريقين يعني. طبعا العهد 2004 2005 قدر يفوز على النجمه 2-1، 2007 2008 فاز على المباراه 3-1. دائما عم نحكي عن مباراه سوبر على الانصار 1-0 مثل ذكرت موسم 2009 2010 2010 2011 على الصفا 3-1، 2014 2015 على طرابلس 1-0، والموسمين الاخيرين واحد على حساب الانصار 2-0 والاخر على حساب النجمه في نتيجه 1-0. فمين اليوم راح يكون منتصر على ملعب صيدا البلدي بهالمواجهه الانصاريه العهدويه؟ هل هو الزعيم الاخضر او هو البطل الدائم اذا فينا نقول بالمواسم الاخيره؟ عم نحكي طبعا عن فريق العهد يلي فرض زعامته على كرة القدم اللبنانية. الأنصار بالمناسبة هو الفريق اللي كان أوقف السلسلة الطويلة من انتصارات للعهد بإياب الموسم الماضي، مثل ما قلنا فاز بنتيجة 3-0، هدفين كانوا لسوني سعد بهالمباراة. لكن بالتأكيد كلنا بنذكر أنه العهد خاض اللقاء بتشكيلة شابة، الأمر نفسه طبقه العهد بكأس النخبة الأخيرة، التركيز كان على الاستعداد لمواجهة اتحاد جدة السعودي الفريق القوي جدا بكأس الملك محمد السادس للأندية العربية. وطبعا التحضير الأهم بالنسبة للعهد هو لخوض نهائي منطقة غرب آسيا بمواجهة الجزيرة الأردنية بكأس الاتحاد الآسيوي. كل التوفيق أكيد لبطل لبنان، الممثل الوحيد بالمناسبة على الساحة الخارجية بعد خروج النجمة أيضا أمام الترجي التونسي. إذا يعني خرج النجمة أمام الترجي التونسي، خرج متعادل بمباراته الأولى وكان بيستحق من دون شك أنه النجمة يخرج بنتيجة أفضل بهالمباراة. خرج متعادل من بيروت بنتيجة 1-1 بمباراة قدم فيها النجمة فعلا أداء كبير، أداء ترفع له القبعة بمواجهة بطل أفريقيا. فإذا خرج النجمة من الساحة العربية رح يكون العهد الممثل الوحيد للبنان بالخارج. للتوفيق للعهد ولا النجمة أيضا كرة حاليا أنصارية مع حسن بيطار بيلعب الكرة الأمام باتجاه صليب سعد. خليل خميس على مساره، المساحات موجودة لكن الكرات الطويلة منا الحال. يمكن الاعتماد على الكرات الطويلة عم بيكون في بعض الأحيان
بسبب أرضية الملعب يلي ما عم تساعد الكرة أنه تمشي بشكل كبير. لكن الأكيد منا حل، وخصوصا بوجود خليل خميس ونور منصور يلي بيجودوا تماما التعامل مع الكرات الهوية الكرات العالية. حاليا موني هو عم بيستلم على الجهة اليسرى مواجهة حسين زين. المهم الأصعب دائما بتكون بمواجهة الرقم 6، بتروح لعند موني من جديد. اللمسة الجميلة من الشبريكو لعند مين؟ لعند حسن معطوق. المعطوق بمواجهة وليد شور، هو حسين زين بيحاول يلعب الكرة العرضية المعطوق، الخطورة الحش مالك بالكرة الرأسية لكن إلى جانب مرميلا الحمود. كرة جميلة كانت برأسيته للحج مالك بعد عرضية حسن معطوق. شوفوا بالإعادة طار الحج مالك، طار وحاول يلعب هالكرة برأسه. هدف الدوري بالموسمين الأخيرين المهاجم السنغالي يعني دائما الأبرز عندما نحكي عن لغة الأهداف، عندما نحكي عن لغة الأرقام على صعيد الهدافين، اسم الحج مالك بيكون حاضر بقوة. أقل من 4 دقائق على نهاية الشوط الأول وانتصاف هاللقاء، التعادل 1-1 بين العهد والأنصار. بذكر الأنصار كان افتتح تسجيل عن طريق الخطأ، خليل خميس سجل وعادل أحمد العكايشي بالوقت. هيثم فعور عم يحاول يشن هجمة على الجهة اليسرى، بيلعب الكرة عرضية أرضية لكن ضعيفة، سهلة كانت عند اثنين حيدر. حسام اللواتي واعتماد الأنصار من جديد على المعطوق للانطلاق بالهجمات المرتدة السريعة. موني عم يطلبها المعطوق، بيروح لحاله، بيروح المعطوق بيحاول يكمل مساره على الجهة اليسرى. المعطوق 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 الحج مالك عم يطلبها، بيلعبها باتجاه الحج مالك. هل رح توصل للحج مالك؟ باتجاه المهاجم السنغالي، والكرة إلى كورنر، كورنر هالمرة إلى يساره لمحمد حمود. فرح يقدر الأنصار من ركلة ثابتة يتقدم قبل نهاية الشوط الأول من هاللقاء. هذا الأمر رح نعرفه مع تنفيذ حسام اللواتي للكورنر. مثل ما قال كابتن جمال حاج يعني في التحليل قبل بداية المباراة، عنده خيارات أفضل الأنصار على مقعد البدلاء. ممكن نشوف عباس عدلي أوني كم، ممكن نشوف جهاد أيوب مركز صانع الالعاب، مع تبديل بالمراكز على الصعيد الهجومي بين موني سوني سعد وحسن معتوق. وايضا ممكن نشوف محمود كوجو كلاشتاق بالوقت اللي حاليا الكره الى داخل منطقه الجزاء مقطوعه مره جديده، والانطلاقه العدويه مع ربيع عطايا منه لعند احمد العكايشي بيحاول يروح. المهاجم التونسي عم ينطلق بشكل كثير سريع. العكايشي 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 عم يتابع مروره ممتاز جدا. العكايشي يا عبيبو العكايشي جميل. هدف مارادوني من المهاجم التونسي احمد العكايشي، سمعنا عنه كثير قبل ما يجي على لبنان، لكن هو كان عم يحكي عن حاله اكثر بالهدف الرائع جدا يلي سجله. من زمان كثير ما شفنا هيك نوع من الاهداف بالملاعب اللبنانيه. حكينا عن اللاعبين المهاريين، لكن العكايشي من منتصف الملعب اخذ كل مين بطريقه. قطار العهد انطلق مع القطار السريع. احمد العكايشي يا وحش، احمد العكايشي يا لعيب يا حريف يا هداف رائع جدا العكايشي. ما حدا قادر يوقف العكايشي، اخذ الكل بطريقه، اكل كل دفاع الانصار. مر سدد سجل رائع جدا احمد العكايشي، فعلا فارس هدف مش كل يوم بنشوف منه مثل ما قلت بالملاعب اللبنانيه. يعني احمد العكايشي برهن عن صورة اللاعب المحترف يلي عم يبحث عنه فريق العهد. لاعب قدر يتخطى 3-4 لاعبين، تقدم، ما حدا قدر يوقفه ابدا. هيدا اللي عم نقوله، لازم واحد يشوف وين المشكله قبل انطلاق الدوري، يعالج الاخطاء كلها. اليوم العكايشي قام بمجهود كثير كبير، بس كمان هيدا دفاع الانصار مش دفاع اي فريق، يعني كان بيقدر الانصار بطريقه ما يوقف العكايشي، بس العكايشي رائع رائع. قلت لكم قبل وقت ينطلق ما حدا بيقدر يهديه، لانه لاعب كثير سريع، جسمه ما بيوحي بهالشيء، بس لاعب يمتاز بالانطلاقه السريعه بالسرعه، وهذا الشيء اللي صار. المهارات موجوده، شوفوا كيف طلع عن اللاعبين، كيف قدر يتخطى عبد الله طالب بسهوله، كيف قدر يسجل على يمين نزيه اسعد. العهد يلي عم يقلب تاخره بالشوط الاول لتقدم 2-1 على فريق الانصار. العكايشي هو البطل لهلا، العكايشي هو رجل المباراة من دون منازع. سجل هدفي فريق العهد، بس الانصار بعد عنده اشياء كثير ليقولها
بالشوط الاول وبالشوط الثاني. حسن معتوق، حسن معتوق بيتقدم بيرفع الكره، حسين دقيق بيبعدها لخارج الملعب رمي التماس. الوقت القصي للشوط الاول يلي شارف على النهايه وجميل رمضان الحكم الرابع، ما بتصور رح يكون في اكثر من دقيقتين وقت محتسب بدل عن ضائع، هذا الماكسيموم يلي بيقدر حكم المباراه يعطيه. جميل رمضان بيتقدم ليعلن فعلا دقيقتين وقت محتسب بدل عن ضائع قدام الفريقين قبل نهايه الشوط الاول من هالمباراه، ومعقول نشوف تبديل سريع بصفوف فريق العهد مع طارق العلي. طارق العلي يلي عم يستعد ليدخل بتشكيله فريق العهد. طارق العلي لاعب سريع، لاعب مهاجم، عنده النفحة الهجومية، بيقدر يكون بالهجوم، بيقدر يكون بمركز الوسط المتقدم. طارق العلي عم يستعد ليدخل لأرض الملعب. خلينا نشوف إذا في تبديل اضطراري من ناحية فريق العهد. أحمد زريق خارج أرض الملعب، أحمد زريق خارج أرض الملعب، تعرض للإصابة أحمد زريق. والطارق العلي اللي رح يدخل بدلا منه بمركز الجناح الأيسر. هيدا التبديل الأول الاضطراري بالمباراة. العهد بيتقدموا على الأنصار بنتيجة 2-1. الأنصار تقدم، العهد سجل هدف الأنصار، والعهد سجل هدفين. يعني اليوم لاعبين فريق العهد سجلوا 3 أهداف. بانتظار يتم نقل أحمد زريق لخارج أرض الملعب. بيرجع بيقوم أحمد زريق يلي رح يظهر مع هالتبديل يلي رح يصير. ومحمد درويش يلي رح يعطي الدقيقتين يلي ما قدر يستفيد منه فريق الأنصار. أحمد زريق العهد يعني عينه على نهائي غرب آسيا كأس الاتحاد الآسيوي، المواجهة مع الجزيرة الأردنية. فهون باسم مرمر عنده خوف كبير من مشاركة أي لاعب مصاب بالمباراة، يعني إذا عنده إصابة أو في مخاطرة فيها، لأنه الهدف هو كأس الاتحاد الآسيوي. تبديل الأول وخروج أحمد زريق ودخول طارق العلي، والدقيقتين يلي رح يزيدهم محمد درويش من بعد ما اخذ الدقيقتين احمد زريق على ارض الملعب. العكيشي سجل هدف، سجل هدف اكثر من رائع. يا ريت فينا نرجع نشوفه فادي حداد مع نهايه الشوط الاول لخلي الجمهور يلي عم يتابع الام تي في يستمتع بهالهدف يلي صرنا زمان فعلا ما شفنا منه. كره اماميه بس بعيده، بعيده كثير، بعيده لتوصل لنزيه اسعد بسهوله، لعند نزيه اسعد. نزيه اسعد يلي لقى حاله بمواجهه العكيشي، وما حدا بيتمنى ابدا يكون بمواجهه العكيشي. خلينا نتابع هالكره نشوف فريق العهد مع وليد شور يلي واحد من نجوم الشوط الاول، ولو الكره كانت بعيده بس وليد شور قام بشغل كثير منيح. هيدا الهدف شوفوا منين انطلق، خط موني، تقدم تقدم تقدم، 1 2 3 4. ما حدا جرب عبد الله طالب يشده بالشورت يوقفه ما قدر. جرافي وماشي، حدا بقلكن جرافي وما عم تتهدى. هيدا هو العكيشي، هدف اكثر من رائع. 2-1 العهد عم بيتقدموا. محمد درويش يلي هون رح يحتسب الخطا لصالح فريق العهد. فاول بهالوقت ربيع عطايا على ارض الملعب، وفي بطاقه صفراء، بطاقة صفراء للاعب رقم 20 بصفوف فريق الأنصار بعد الخطأ على اللاعب رقم 20 بصفوف فريق العهد. عم نحكي عن موني، موني عم يحصل على انذار. العصبية بدها تبلش تكون واضحة عند لاعبي فريق الأنصار بعد التقدم. التأخر بالنتيجة، ومش أي تأخر، تأخر قدام فريق كبير مثل فريق العهد. يعني فيك ترجع للمباراة بعد ما في شيء، بس كمان منا سهلة، منا سهلة ترجع تعوض قدام فريق مثل العهد. العهد يلي كنت عم بقول ببداية اللقاء ما بيتأثر أبدا بالأسماء بالغيابات، دايما عنده البديل. ربيع عطايا، ربيع عطايا، ربيع ربيع، والحكم محمد درويش ما بيعطيه الفرصة أبدا ليلعب الكرة
وبيعلن نهاية الشوط الأول بتقدم العهد على الأنصار بنتيجة 2-1. شوط أول أكثر من ممتاز، أكثر من رائع. عم نشوف ثلاث أهداف بين فريقين، يعني نتمنى نشوف الهدف من واحد منهم. فكيف إذا شفنا ثلاث أهداف؟ على كل، خليكم معنا لأنه بريك، من بعد بريك نرجع ننتقل لأرض الملعب مع الاستوديو التحليلي مع الكابتن جمال الحاج. ربع ساعة بيرتاحوا اللاعبين ونحن بنرجع بنلاقيكم كمان مع بداية الشوط الثاني. عودي معكم مشاهدينا الى ملعب صيدا البلدي ما بين شوطي المباراه، مباراه كاس السوبر طبعا بين العهد والانصار. شوط اول رائع جدا فينا نقول على صعيد المستوى اللي قدمه الفريقين، وتقدم العهد كان 2-1 من بعد ما كان الانصار هو متقدم ببدايه اللقاء. على كل حال ملاحظات فنيه كثيره سجلناها انا وكابتن جمال حاج ورح نحكي عنها بهالوقت يلي عنا. كابتن جمال، بدايه من اذا فينا نقول الاتيتيود يلي ظهر عليها الفريقين، يعني الشخصيه يلي ظهر عليها كل واحد منهم. الانصار ببدايه المباراه الامر الواضح ما كان عنده رهبه انه عم بيواجه العهد، لكن العهد بشخصيه البطل دائما بينهي الامور وبيحسم الامور، والانصار مشكلته الدائمه كيف يرجع على المباراه. تقريبا هلا بالبدايه بس معلش يعني انا بعتذر من الجميع، بس بدي مرقها، انا بتمنى من الاتحاد الكريم اللي عم يبذل جهد كثير كبير، وهذه ما بدها بعتد مجهودات مش ضمن امكانياتنا قادرين، يعني من الخطا انه نلعب على ارضيه ملعب تكون بهذا الشكل. هذا امر اساسي بتطوير اللعبه وتطوير الاداء والناس تستمتع ونسوق للعبه ونقدم حمايه اللاعبين ايضا لتطوير الدوري لتطوير المنتخب بنفس الوقت. فهذا الموضوع نتمنى انه يكون يتاخذ بعين الاعتبار بالمستقبل. بالنسبه للمباراه، ما يميز فريق العهد هو الشخصيه اللي انت عم تقول عنها القويه، يعني متعود على المنافسات والالقاب، بعكس الانصار اللي يمكن يبدو عايش هاجس انه هو بده يحرز لقب ومستعجل. يعني تخيل من بعد ما قدم اداء افضل ببدايه كان المباراه عنده الفرص. وعنده فرص كثير، عم يلعب ضد تحديدا فرصه موني وفرصه حسن معطوب، يعني رح نشوف عم يلعب ضد العهد قدر يخترق دفاع العهد. وانا برايي من ارضيه الملعب، من سوء ارضيه الملعب يمكن الفرص ما سجلت، ما قدر يحافظ على الهدف. هون بتبين شخصيه الفريق، كان لازم ممكن يكون متماسك اكثر، يغير اسلوبه، حماسه، انجرافه، اندفاعه لازم يقلله لحتى يقدر بعد الهدف يحافظ عليه ويقدر يسير المباراه مثل ما بده. هذا امر ما تم. هون السؤال، لو سجل الانصار عبر موني او حسن معطوب، ما بدي اقول الهدفين، كان قدر يسير المباراه مثل ما بده؟ عنده الشخصيه اللي بتقدر لا تتحكم بمباراة؟ هيدا سؤال تساؤل. هيدا كمان هيدا في تساؤل، لانه هو عاد سجل 1-0، وكمان بنرجع على ماتش الساحل بنهائي الرخبي كمان تقدم هو. هون المفروض ما يلعب على نفس الرتم الفريق الانصار، لازم يهدى، دائما عم بيكون في تحت ضغط، يبدو مطالب، عم بيكون تحت ضغط، عم بيحاول يلعب برتم واحد بلعب مفتوح واندفاع هجومي بشكل في ريسك. هذا لا، مش كل اوقات المباراه بتعمله، في بقى بدك تتحكم برتم المباراه وتسير المباراه انت مثل ما بدك، بتبطل، بتعلي، بتوازن، بتجمع لعب، بتحاول. الامر الواضح كابتن انه الهدف الثاني، حاله الهدف الثاني، الطريقه اللي مر فيها العكاشي بتدل انه الانصار خرج من تركيزه بعد تلقي هدف التعادل. هو عم بيعيش هيدا حاله الشك، يعني الفريق حركه، يعني يا ريت نشوف الهدف على الشاشه، يعني ما عندي صوره هلا اذا بنشوفه على البدايه. في الهدف خطأ، في خطا كمان كابتن شربل من الاساس، ليش رجوع عبد الله طالب وحسن بيطار لما بعد نص الملعب؟ انت وقت معقول عندك رميه رقنيه المفروض الدفاع يكون متقدم، ما تعطيه المساحه للمهاجم ليرتد. كان لازم يواجهه عكايشي بنص الملعب مش ورا، كان لازم يواجهه عكايشي بنص الملعب. فيك تشوف كابتن حركه اللاعبين، يعني طريقه تحرك اللاعبين بتدل انه خرجوا عن تركيزهم من بعد تلقيهم الهدف. يعني صحيح. موني، حسن شعيط، الشبريكو يلي كان مفترض يقطع الطريق على العكايشي بعكس اتجاه يلي منطلق فيه عبد الله طالب، وطريقه تعامل عبد الله طالب، يعني طريقه اللي واجه فيها العكايشي اعطاه المساحه. العنوان دفاعان غلطوا، دفاع الانصار غلط اقل، لكنه الترجمه 100% من مهاجمين من العكايشي. بالمقابل دفاع العهد وقت ما غلط ما كان استغلال 100% من فريق الانصار. المفروض اليوم هذا من هون بنستدل نروح على الشوط الثاني، انه قادر فريق الانصار لازم يهدى ولازم يعرف انه قادر يوصل على الجول وقادر يسجل، لكنه امامه امران. اول شيء ما يتاخر بهدف ثالث لانه عنده هجوم العهد، هلا العهد قادر يتحكم برتم المباراه، عنده العهد ممكن بهجمات مرتده يعمل قلق،
بده ينتبه، وبنفس الوقت بده ينظم حاله شوي ويركز، وبعتقد قادر يوصل، قادر يوصل للعهد اكيد، قادر يسجل، قادر يسجل، لكنه بده شويه صبر وتركيز ويكون فعال اكثر بترجمه الاداء الجيد والفرص المحروسه. اخطا نزار محروس اليوم بالاعتماد على كمارا وعبد الله طالب، يعني بحاله الهدف الاول ايضا ما في يقول هدف سهل للعكاشي، البعض يمكن يعتبر انه الهدف سهل للعكاشي، لا بالعكس، لكن عرف وين يحط الكره لانه المرمى ما كان مشرع مثل ما ببين على الشاشه. عنده خبره كثير كبيره وذكي وهدف ولمسته حلوه على الجول، من استلم الكره مع انه مفاجاه مباشره استلمها ومثل ما زرعها بالمرمى حط يعني مثل تمريره على الهدف. خطا مشترك كان بين قلبي دفاع الانصار، اخطا اليوم نزار محروس باشراك عبد الله طالب وابو بكر كمارا، معلش يعني الاضاعه لهي النقطه كثير مهمه لانه انا بحكي بشكل استراتيجي بقى. انا بهالنقطه بشكل استراتيجي يعني كمارا رجع من كم يوم على بيروت عم يشارك بشكل اساسي، عبد الله طالب مبتعد من فتره طويله كان ليشارك بالمباريات الاسيويه، يعني احساسه بالمباريات ما مفروض يكون حاضر نحن بشكل حسابات نحن حساباتنا غير المدربين موجود. يعني ليش بقول لك بحكي بشكل استراتيجي؟ المدرب نحن عم نسأل طالما انه الفريقين بعد ما تحضروا بشكل مطلوب بعده المدرب عم بيكمل الفريق، اجى كمارا اخر الوقت عنده عبد الله طالب بجرب اليوم؟ بعده عم بيشوف الفريق اكيد اكيد في شغلات بده يشوفها المدرب، فيك يعني تجرب بالكأس السوبر مطرح ما انت مطالب بلقب، اذا انت على هدفك ليش اليوم شفنا طيب طارق علي من يومين اجى؟ ليه لعب اليوم؟ لانه باسم في براسه شيء، عم يفكر بالدوري بموسم طويل عريض، قادر ببعض الامرات المدرب عنده حساباته الخاصه، هلا نحن ممكن نحن مش مطلعين اكثر ما بنعرف، لكنه في حسابات ثانيه غير انك بس تفوز بالمباراه عند المدربين، خاصه بدايه الموسم، خاصه لو ولو انه مباراه كاس السوبر، فبالتالي ممكن يكون عم بيشوف عم بيفتش على شيء، عم بجرب عم بيشوف شيء، يمكن هذا افضل متاح له، يمكن هذا بده يبني عليهم بالمستقبل، بده يجهزهم من هلا. نقطة بحكي أنا عند الفريقين، طريقة تبادل الأدوار، تبادل المراكز على أرض الملعب، عم بحكي عن الثلاثة، طبعاً أحمد زريق خرج من المباراة، زريق حيدر عطايا، موني معتوق وسوني سعد، عادةً خصوصاً من ناحية فريق الأنصار، تبادل المراكز بيكون بشكل أسرع من هيك، والدليل البطء إنه معتوق كان عم يهرب لحاله ببعض الأحيان على الجهة اليسرى، يلي على ما يبدو إحساسه أفضل إنه يكون موجود فيها من المركز يلي هو فيه حالياً. بعتقد يعني أكترية محاولات حسن معتو كانوا عن الجهه اليسرى او الكرات اللي اوصلها لمنطقه هجوميه هائله ونحن مبسوطين فيهم الفريقان اللي عم يعملوا انا برايي العائق الاول هو ارضيه الملعب اللي عم تخلينا نشوف مستواهم الحقيقي للفريقان وللهجومان. الشغله الثانيه هي عدم التوفيق او استغلال الفرص من ناحيه التهديفيه لفريق الانصار، لكنه بشكل عام فينا نقول اللامركزيه هيدي فعاله ومفيده، قدروا يوصلوا ويصنعوا الخطر وقت ما فريق مثل الانصار بيسجل وبيضيع ثلاث فرص بالشوط الاول مع فريق العهد، هذا شيء منيح، عليهم انه بس انه يكونوا اكثر فعاليه وترجم للاهداف، وبالمقابل كمان بعتقد فريق العهد قدر يترجم وعارف، يعني فينا نقول نحن ولو تقدم العهد بس هذا مش هو العهد اللي نحن بنعرفه مزبوط، في الشخصيه، في وقفه الفريق ماشي، في اللاعبين اللي قدروا، لكنه ما هيدا هو الاداء اللي نحن بيطمنا انه العهد رايح على نهائي كاس الاتحاد الاسيوي. كانه العهد مقسوم بين فريقين اليوم، انا هيك لاحظت. في عامل امان وفي عنده لاعبين قدروا يستغلوا هفوات فريق الانصار ويسجلوا، صحيح عم تحكي هذا 100%. طيب الحل عند الانصار ممكن يكون عباس عتوانيكا بحاجه لصانع العاب اليوم وخصوصا مع اعتماد الانصار كثير على الكرات الطويله ببعض الاحيان. اكيد اكيد لازم اونيجا يكون له دور هلا بالشوط الثاني، وبعتقد انه ما بيتعوق لينزل اونيجا، وبعتقد برجع بقول لك كمان بس السؤال انه يكون متماسك دفاعيا، يكون شخصيه الفريق عندهم ثقه بنفسه، ما يدخل الشق ليقين كل لاعب داخل كل لاعب، يوثق يهدى ويحاولوا يلعبوا بهدوء وبصبر بسرعه، بس انه بصبر ويكونوا فعالين بالهجوم، بعتقد الامور كل شيء مفتوح، ممكن العهد يسجل، ممكن نعم. الانصار يرجع. اذا الشوط الثاني باللحظات عم ينطلق مشاهدينا على امل انه يكون الشوط الثاني حتى اجمل من الشوط الاول. فارس بترك الهواء لك، تفضل. شكرا شربل، شكرا كابتن جمال. بنرجع لبدايه الشوط الثاني من هالمباراه، الانصار متاخر بهدف قدام فريق العهد بنتيجه 1-2، الفارق بيناتهم هدف، الانصار تقدم والعهد رجع عدل بعدها بدقيقه واحده وسجل هدف تقدم عن طريق البلدوزر اللاعب العكيشي اللاعب التونسي اللي سجل هدفين اليوم، وايضا هدف الانصار سجله دفاع فريق العهد وحارس مرمي بالتساوي خطا بمرمي هون، يعني اليوم الانصار بعد ما قدر حدا يهز الشباك، سوني سعد كان غايب تماما بالشوط الاول، الحج مالك كمان كان غايب بالشوط الاول، في محاولات كانت انصاريه ابرزها لموني وحسن معتوق، كان قائم وحارس المرمى بالمرصاد. الشوط الثاني الانصار ما عنده شيء يخسره ابدا، لازم يروح اكثر للنزعه الهجوميه، لازم يحط كل ثقله بالهجوم، يجرب يضغط اكثر واكثر، بس فريق العهد كلنا بنعرف
بيعرف كيف يمتص الامور الفوره الانصاريه. بده ينتبه الانصار منيح من الهجمات المرتده لانه العهد سجل الهدف الثاني والهدف الاول من هجمه مرتده، يعني الهجمه كانت مرتده، كان عم بيعرف كيف يوصل لمرمى فريق الانصار وعم بيعرف كيف يسجل. هيدا هو العكيشه اللاعب التونسي يلي عم بيرتكب الخطا هون. بس مبرمر قدامنا على الشاشه المدير الفني لفريق العهد يلي عنده كمان مسؤوليه هالموسم كبيره هي المحافظه على لقب الدوري. الانصار صاحب افضل خط هجوم بالدوري الموسم الماضي مع 53 هدف بمواجهه صاحب افضل دفاع 9 اهداف الموسم الماضي، عم نحكي فريق العهد. العهد يلي اجرى تبديل اضطراري مع خروج احمد زريق ودخول طارق العلي. وليد شور قدم شوط اول ممتاز، كرة مع حسين زين، حسين زين ما راح يقدر يتخطى الشبريكو، الشبريكو بيتعرض للخطأ بياخذ الفاول. الشبريكو الامور واضحة، عملية التحمية عم بتكون من لاعبي فريق الانصار، بينما فريق العهد ما في أي لاعب عم بيأدي عملية التحمية. وحسب النظام الجديد صار مقعد الاحتياط بضم 9 لاعبين مش مثل ما كان قبل، عم نحكي اليوم 7 لاعبين، هلا 9 لاعبين، 9 عم بيكونوا على مقاعد الاحتياط، يعني كله على بعض 20 لاعب بده يسجل الفريق. كرة عالية والمنصور ما بتوصل للعكيشة، مصدر الخطورة ومصدر الكرات ومصدر الإلهام ومصدر التسجيل عند العهد هو أحمد العكيشة. العكيشة يلي سمعته سبقته لبيروت من خلال مسيرته الاحترافية كان بألمانيا أو حتى بالسعودية. طارق العلي بيبعد الكرة، ترجع بتروح العكيشة، العكيشة 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 معه محمد حيدر بيلعب الكرة أمامية بتنقطع من عدنان حيدر، عدنان حيدر بمرر الكرة للواتي، اللواتي بيجرب اللواتي أمامية لعند موني، موني 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 حلوة كتير لعند الحاج مالك، الحاج مالك بيتقدم بده يسدد، بيسدد الحاج مالك، حلوة كتير الكرة من الحاج مالك إلى جانب مرمى محمد عمود. لو الكرة صابت المرمى كنا شفنا هدف التعادل من تسديدة ولا أجمل. الحاج مالك حضر الكرة وسدد على يسار المرمى سنتيمترات قليلة كانت عم تفصل الحاج مالك عن هدف التعادل. هيدا أول خطر على مرمى العهد بالشوط الثاني، أول محاولة بالشوط الثاني كانت من فريق الأنصار، يعني محاولات الأنصار بالشوط الثاني رح تكون أكثر من محاولات العهد باعتبار التقدم عهداوي، والمحاولات الأكثر بدها تكون أنصارية. يبعدها بكل هدوء نور منصور لعند حارس المرمى محمد حمود. بذكر العهد عم بيلعب اليوم بغياب الثلاثي الضارب مهدي خليل الجبل، عيسى يعقوب وأحمد صالح، وأيضا سلامات لمهدي فحص يلي فترة غيابه رح تكون طويلة عن الملاعب. طارق العلي، طارق العلي، طارق العلي لمين؟ مش لحدا على الكرة، كان بجرب يحصل على ركلة ركنية طارق العلي. احتياط فريق الأنصار بضم عباس عطوي أونيغا المرشح الأول للدخول لدعم الفريق، بالإضافة كمان لمحمود الكجر، جهاد أيوب، معتز باللهج نادي، قاسم الشوم، ألفريدو جريديني، حسن حمود، وحارس المرمى حسن مغنية، والناشئ موسى طويل. العكيشة عم يتقدم، العكيشة عم يتعرض للخطأ وركلة حرة، يعني شربل بدك توقف العكيشة بدك ترتكب خطأ عليه ليوقف، وإلا المحدل البلدوزر ماشي وعم بيسجل وعم بيخلق فرص وعم بيربح كرات وعم بيقدر يهد اللعبة يموت اللعبة وقت بيكون الأنصار مثل ما بقول مثل ما بقولوا عم بيجرب يرجع لأجواء المباراة، بيعرف كيف العكيشة بخبرته يهد الأجواء كلها، يعني عم يقدم نفسه بشكل كتير كبير لجمهور الفوتبول بلبنان. أحمد العكيشي اللي ما بيعرفه تعرف عليه اليوم من دون شك، بلقطتين بهدفين بلمستين
يعني بالشغل الكبير يلي عم يعمله حاليا على ارض الملعب هو النجم الابرز. صحيح كان الانصار عم يسجل لاول مره بمرمى العهد بمواجهاتهم بالكاس السوبر، لكن العهد كان عم يرد عبر سلاحه الفتاك احمد العكاشي يلي سجل الهدفين. اذا بالشوط الاول ركله حره حاليا لفريق العهد، خلفه بيوقف محمد حيدر رام 10 بيلعب الكره الى داخل منطقه جزاء الخطوره العهدويه بهالكره الراسيه، لا لانه الكره بعيده عن مرمينا نزيه اسعد. شوفوا نزيه اسعد عم يستعجل لاعاده تحريك اللعب الوقت اللي اللاعب عم يتوقف بسبب اصابه خليل خميس. كنا عم نحكي انه الانصار لاول مره بالكاس السوبر عم بيسجل بمواجهه العهد، لان اول مواجهتين مثل ما ذكرنا ببدايه اللقاء كانوا على هالملعب بالتحديد بصيدا وكانوا لمصلحه العهد. 1-0 بعام 2010 محمود العلي هو اللي سجل هدف الفوز، وبعام 2017 كان عم يفوز 2-0 العهد، هدفين كانوا لمحمد قدوح الموجود على مقاعد البدلاء واحمد زريق يلي خرج من الشوط الاول او اواخر الشوط الاول مصاب ودخل مكانه طارق العلي. كل السلامات لاحمد زريق يلي عانى من الاصابه بشكل كبير بالموسم الماضي، لكنه عاد واستعاد مستواه وبيامل عاد انه كمان يكون احمد زريق حاضر للموسم الجديد. محمد قدوح بالمناسبه على ما يبدو الظهور الاول او الظهور الاخير له، الأول والأخير خلينا نقول بالموسم الجديد مع فريق العهد اليوم، لأنه رح ينتقل إلى بنغلاديش بعد تلقي عرض احترافي مع أحد الأندية هناك. كل التوفيق أكيد للمهاجم الدولي. بالوقت الصراع مستمر، سقوط هون على أرض الملعب بعد الاحتكاك يلي حصل عبد الله طالب كان من جهة الأنصار يعني وطارق العلي من جهة فريق العهد، كرة إلى خارج أرض الملعب. طارق العلي اللي عاد الى صفوف العهد بعد اعاره الى التضامن سور بإياب الموسم الماضي، كان موجود مع التضامن سور بدون شك رح يكون له دور بالموسم الجديد خصوصا مع رحيل دوح الى الخارج وايضا عوده احمد حجازي الى الاخاء الاهلي عليه. اضافه كبيره بدون شك للفريق الجبلي اللي عم يستعيد هدافه وافضل لاعبينه وافضل الهدافين اللبنانيين بالدوري بالموسم الماضي احمد حجازي. الحديث بين رئيسي الناديين نبيل بدر وتميم سليمان، واكيد الطموحات الكبيره اللي وضع كل واحد منهم للموسم الجديد. طارق العلي إذن راح يخرج لاستكمال العلاج على ما يبدو تلقى كذبه بفخذه الايسر بعد الاصطدام مع عبد الله طالب. اللعب راح يستأنف مع اقترابنا من الدقيقة 55 اي مع مرور 10 دقائق على انطلاق الشوط الثاني من هاللقاء. اكيد بعد المباراة راح نتابع سوا تتويج الفريق البطل، فراح يحتفظ العهد باللقب العام الثالث على التوالي، اما الانصار راح يكون له كلمه اخرى ويستعيده بعد غياب طويل. كره حاليا على الجهه اليسرى الشبريكو بيسلم موني، موني محاصر بين لاعبين، شوفوا كيف تغرب يعملوا 2-1 على خط الملعب. لاعبي العهد ممتازين بالكماشه الدفاعيه وبالمنظومه الدفاعيه وطريقه تحركهم حتى دفاعيا ككتله وحده. هيدا الفارق يلي او احد الفوارق يلي فيه يقول بالشوط الاول كان بينهم وبين الانصار. العكايشي مره جديده عم يتدخل ومره جديده على الكره الامام مع هيدا فاور، هيدا فاور، هيدا فاور داخل منطقه الجزاء عم يسقط، ما في اي خطا. الكره عم تتخلص من امام الفعور بتروح مره جديده لعند حسام اللواتي، اللواتي جميله جدا اللمسه لعند الشبريكو، الشبريكو الشبريكو عم يتقدم بواصل تقدم ورقم 16 عم يسقط وفي خطا، خطا لمصلحه الشبريكو. بالاعاده مره جديده الخطا يلي حصل عليه من ربيع عطايا حسن شعيد الشبريكو. ركلة حرة إذن لفريق الأنصار، خلف الكرة حسام اللواتي، حسن معتوق وصاحب التسديدات الصاروخية حسن سعد سوني، كلنا بنتذكر هدفه بمرمى السلام صغرتا على ملعب بيروت البلدي بالدوري
شباكه لمصطفى مطر برايك كان اشمل اهداف دوري الفا ومنافس عليا طبعا الى هدف سعد يوسف لابقى طرابلس بالدرجه الاولى بمرمى الرسك بالمرحله الاخيره، لكن هدف سوني سعد فعلا كان من عالم اخر. سوني سعد هو على ما يبدو راح يسدد كره قويه. سوني 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 بيتقدم بيسدد، وهالمره الكره بين يدي محمد حمود. التسديده القويه كانت من سوني سعد منتظره، لكن راحت سهله باتجاهه لمحمد حمود. كمارا كره بالخطا الى خارج ارض الملعب، ما قدر يلحق فيها للبيطار ولا عبد الله طالب. رمي التماس راح تكون لمصلحه العهد. العهد مرتاح، فارس عارف حاله شو عم يعمل على ارض الملعب. اذا فينا نقول مع بدايه الشوط الثاني الوقت يلي الانصار بده يرمي كل تقله لمحاوله ادراك التعادل. يعني محاولات فريق الانصار لهلا ما عم تنجح. محاوله كانت من سوني سعد تسديده كانت سهله كثير بين ايدين محمد حمود. عبد الله طالب يبعد الكره اول مره والثاني مره. قلب دفاع فريق الانصار اليوم، عبد الله طالب الى جنبه عم بيكون ابو بكر كمارا. ابو بكر كمارا يلي اليوم عم بيشارك كاساسي وما صار له فتره واصل يعني على لبنان. الفريدو جريديني القادم الجديد الوافد الجديد لفريق الانصار عم بيستعد ليدخل لارض الملعب. الفريدو جريديني اللي شفناه مع فريق السلام صغرته عم بيدخل بدلا من حسن بيطار، وتبديل ايضا ثاني بصفوف فريق الانصار بعد دخول عباس عطوي اونيك. هذا التوقعني بعد 10 دقائق عباس عطوي يدخل، هذا الشيء بعد 13 دقيقه عم بيدخل عباس عطوي لارض الملعب بدلا من موني رقم 20 مش رقم 19. فاذا موني خارج ارض الملعب وعباس عطوي بدلا منه، هيدا التبديلين يلي اجريهم نزار محروس. شبريكو لحسن معتوق، حسن بيتقدم بمرر للواتي، لواتي بغير اتجاه الكره على اليمين، اول كره عم بيلمسها الفريدو جريديني وفي خطا، وفي خطا واضح هون. مطالبه ببطاقه صفراء، مطالبه ببطاقه صفراء لالفريدو جريديني. واضح انه في كمش، يعني اذا محمد درويش عطى بطاقه صفراء ما حدا راح يحاسبه ابدا، والشيء اللي بصير واضحه الامور. بس محمد درويش على مهله ما بده يتسرع ويعطي بطاقه على السريع. اسرع بطاقه صفراء عم بتكون لالفريدو جريديني اول ما دخل على الملعب باول كره باول احتكاك عم يرتكب الخطا وعم بياخذ بطاقه صفراء. هي الثانيه لفريق بعد موني، موني اللي خرج من ارض الملعب. الكره عكيشه 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 بياخذ الكره بايده، بياخذها بايده هالمره اللاعب التونسي، انتبه لهالشيء تيسير بدر. رفع رايته الحكم المساعد هون العكيشي ونزيه اسعد. الامور منا للصالح ابدا فريق الانصار. عم يجرب العكيشي يستفز اللاعبين. الحج مالك بيلعب الكره، نور منصور بيبعدها. اليوم في لاعبين من فريق الانصار عم بيشاركوا بس غايبين بارض الملعب. كرة أمامية مع اللواتي، اللواتي اللواتي اللواتي، تدخل سريع بيكون من خليل خميس. الهدف الأول يعني يعتبر لمحمد حمود خطأ ببرمي مش لخليل خميس. كرة لأنه وقت سددها بعدها خليل خميس صدمت بالقائم وما دخلت، يعني كانت رايحه لخارج الملعب. بس محمد حمود فاجأته وحط ايده ودخلت الكره داخل الشباك. الكره لخارج الملعب، رمي تماس. يعني اول ربع ساعه المطلوب من لاعبي فريق العهد نفذوا انه يمتصوا الفوره الانصاريه، وهذا اللي كان طالبوا منهم باسم مرمر اكيد بين الشوطين. محمد حيدر بيتقدم بيتقدم بيتقدم، بيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء بين ايدين نزيه اسعد.
نزيه أسعد على السريع ما عم بضيع وقت أبدا بمرر للواتي. اللواتي اللواتي بحديث كنت مع اللواتي بطرابلس وعم بسأله عن العكيشي، فكان عم بيقول لي لاعب من الطراز عالي جدا، لاعب ممتاز وبيعرفه كتير منيح. مراد ايضا لاعب فريق النجمه ممتاز جدا، واللواتي يعني ثلاث لاعبين توانسي عم بيكونوا مكسب فعلا لكره القدم اللبنانيه وللمستوى اللبناني لمستوى الدوري وللفرق اللبنانيه. وقت بنلاقي هيك لاعبين من هالمستوى العالي عم يشاركوا عنا هذا شيء كثير منيح. عباس عطوي اونيكا اول كره عم يلمسها بيتقدم، عباس بيلعب الكره اماميه حسين دقيق يبعدها بسهولة. ربيع عطايا عم بيقدم مباراة جيدة جدا اليوم. ربيع عطايا رأيت الأمور شربل، يعني تبديلين أجريهم الأنصار، تبديل وحيد أجري فريق العهد وتبديل العهد كان تبديل اضطراري، والنتيجة بعدها ما تغيرت. 17 دقيقة بالشوط الثاني الأمور مثل ما بده العهد لهلا، الأمور ماشية باعتبار النتيجة لصالحه. يعني من المفترض إنه الأنصار يتحرك بشكل أفضل، تحديدا إنه يعود ذهنيا للمباراة، يعرف ينظم صفوفه على الصعيد الهجوم ويعرف ينقل الكرة بالشكل الصحيح إلى الخط الأمامي مطرح ما موجود سوني سعد، الحاج مالك وحسن معتوق. طبعا مع دخول عباس عطوي اونيكا معتوق راح يكون له دور اكبر على طرف الملعب، تحديدا على الجهه اليسرى مع الكره الاماميه ملعوبه مقطوعه مجددا. سوني سعد على الجهه اليمنى اصبح موجود مع كرته الاماميه لاونيكا، اونيكا لمسه جميله لعند حسام اللواتي، اللواتي بيلمها وبيلعبها للامام للمعتوق، المعتوق بده يروح، المعتوق بده ينطلق، المعتوق هون عم يتوقف مجددا. وليد شور عم يعمل شغل كثير كبير على صعيد مراقبه حسن معتوق، يعني اليوم يلي مش حاسس بشغل وليد شور باكد لكم انه اللاعب عامل شغل كبير على ارض الملعب. بالموسم الماضي شفناه اخذ دور اساسي مع فريق الراسين، كان معار من قبل العهد، عاد الى العهد وطبعا اليوم عم بيكون موجود بشكل اساسي الى جانب هيثم فاور. حسام اللواتي عم يلعب الكورنر، اللواتي بيلعب الكورنر داخل المنطقه، كرة عم تتحول بالراس بعد ما خلصت بعد ما انتهت مقطوعه، ممكن التسديده من اونيكا، التسديده بالقدم اليسرى من عباس عطوي اونيكا. رغبة كبيرة بالتأكيد عند الرقم 10 للتسجيل بفريقه السابق. كرة مرت فوق مرمى لمحمد حمود بالإعادة مرة جديدة، شوفوا يمين شمال ما عنده مشكلة أبدا الأونيكا بالقدمين بيقدر يسدد بشكل دقيق، لكن هالمرة كرته مرت فوق مرمى للحمود، كان سجل بالمباراة النهائية لكأس النخبة هدف جميل بمرمى شباب الساحل، لكن ما كملت مع الأنصار يلي كان عم يخسر بركلات الترجيح بنهاية المباراة. الأسبوع المقبل طبعا بحسب الجدول يلي وزعه الاتحاد المفترض انه ديربي الأنصار والنجم والمباراة الافتتاحية لموسم 2019-2020 راح تكون على ملعب مدينة كمين شمون الرياضية يوم الجمعة. مرحلة أولى في عدد من المباريات المنتظرة مثل مباراة الصفا والإخاء الأهلي علي، أيضا تضامن السور بيلعب مع شباب البرج وسلام زغرطة بيلعب مع البرج وشباب الساحل بيلعب مع الغزية بالوقت يلي حاليا في كرة ملعوبة إلى داخل منطقة مقطوعة لكورج. يد العهد ما رح يلعب بالمرحلة الأولى، مباراته مع طرابلس رح يتم تأجيلها إلى 25 الثاني طبعا بسبب انشغال العهد بالاستعدادات وبتركيزه الكبير على نهائي منطقة غرب آسيا بكأس الاتحاد الآسيوي أمام الجزيرة الأردنية. من جديد بالتوفيق لبطل لبنان تحت انظار جمهور الانصار. محمد حيدر عم بينفذ الكورنر، راح يحمل شيء جديد، حيدر بيلعب الكورنر قصير، تبادل للكره هون كان مع نور منصور، ايضا محمد حيدر بقدمه اليمنى بيلعب الكره العرضيه بتتحضر، ممكن التسديده، ممكن التسديده، لكن التسديده هالمره الى خارج ارض الملعب، محاوله كانت من ربيع عطايا فوق مرمى لنزيه اسعد. كرة على الجهة اليسرى مجددا الانصار مع الشبريكو، الشبريكو بحاول يمر بيلعب الكرة العرضية. حج مالك اليوم ما شفنا الحج مالك بخطورته المعهودة، وينه الحج مالك؟ هيدا السؤال
الكل عم يسأل عنه. ألفريدو جريديني لاعب سلام صغرتا السابق. الكرة إلى خارج أرض الملعب، رمي التماس للعهد، الوقت عم يمر سريع على الأنصار. عهد مرتاح، عارف مثل ما قلت شو عم يعمل على أرض الملعب، عارف كيف يتحكم بإيقاع اللعب، خلى وتيرة المباراة تكون أبطأ بكتير. عم يستحوذ ببعض الأحيان لكن طبعا ما عم يغامر بالهجوم، أمر طبيعي إذا ما أراد إحراز اللقب أن يكون حذر، وخصوصا بالربع ساعة الأخير إذا بقيت النتيجة على حالة. لكن بأي لحظة بوجود لاعبة الأحمد العكاشي ممكن يعمل فارق بالوقت اللي طارق العلي عم يخطف الكرة أمام ألفريدو جريدين. طارق العلي كرة جميلة جدا، لكن نزيه أسعد، نزيه أسعد توقيت ممتاز قبل العكاشي، خرج والتقط الكرة، لكن الشغل الممتاز كان عم يعمله بالكرة الأخيرة طارق العلي. عدين حيدر من جديد مع ألفريدو جريديني، جريديني لعند المعتوق، انتقل إلى الجهة اليمنى، هيدا تبادل المراكز اللي كنا عم نحكي عنه. المعتوق ممتاز، الكرة لألفريدو جريديني، مطلوب الكرة العرضية، جريديني بحاول يمر لكن ممنوع تمر، ممنوع تمر. هيدا الأمر يلي دائما بيقوله هيثم فعور لأي لاعب بمواجهته، الكرة عم ترجع للأنصار مع عدنان حيدر، منه لعند حسام اللواتي، البحث عن التسديد، البحث عن التمرير، سوري سعد جميل جدا لعند الحاج مالك، لكن الكرة عم تنقطع، عم تنقطع باللحظات الأخيرة بشكل ممتاز كانت من خليل خميس المعتوق بعرض الملعب. أيضا الكرة والتسديد، إنما هالمرة التسديد ضعيفة من عباس عطيو أونيكا، بتروح بين يدي محمد حمود. مقعد بدلاء فريق العهد، عم نشوف أحمد زريق الإصابة على ما يبدو بالركبة اليمنى لنجم فريق العهد. الدقيقة 68 والكرة الأمامية من جديد باتجاهه لمحمد حيدر، بالتأكيد رح يوصل لها حيدر، بيحصل على هالكرة لاعب واحد داخل منطقة الجزاء هو العكاشي. محمد حيدر بيتقدم باتجاه المنطقة، بيدخل منطقة الجزاء محمد حيدر، شو ممكن يعمل بهالكرة؟ بيلعبها لعند مين؟ بيلعبها لعند طارق العلي أو لعند ربيع عطايا، هالمرة لعند طارق العلي، طارق العلي، طارق، طارق بجرب يغير اتجاه اللاعب، تمريرته خاطئة تماما لطارق العلي، بتروح بسهوله تامه لعند حسام اللواتي، بدوره بمرر كره خاطئه من المرات القليله اللي بنشوف فيها حسام اللواتي عم يمرر الكره بطريقه خاطئه. هيثم فعور منه لعند حسين دقيق، الدقيق 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 الدقيق، بحاول يتقدم عم يسقط، عم يسقط حسين دقيق امام سوني سعد، وخطا لمصلحه العهد فارس. العهد طبعا ببروده اعصاب ممكن يقتل المباراه باي لحظه، يعني العهد عم يقدر يعمل اللي بده اياه. الانصار لهلا فرصه قليل كثير بالشوط الثاني، بعكس ما كنا متوقعين انه الانصار بده ينزل بده يضغط اكثر واكثر، بس بعد في وقت كافي لفريق الانصار ليقدر يركز اكثر هجماته، خاصه مع الحاج مالك وسوني سعد اليوم اثنيناتهم اذا بدكم غايبين عن صفوف المباراه بشكل واضح. خطا لفريق الانصار، محمد درويش عم بيشير وين صار الخطأ ومكان الخطأ، واللواتي اللي عم يتعرض للخطأ، ركلة حرة أنصارية مع عبد الله طالب بالإعادة، الفاول اللي صار واضح كان، الخطأ كان من محمد حيدر، ركلة حرة بتتنفس، اللواتي بيرجعها لعند عبد الله طالب، عبد الله طالب بمرر بدوره لعند عدنان حيدر، عدنان حيدر عم بجرب على السريع يوصل الكرة، بيجي المعتوق بيتراجع للخلف، اليوم المعتوق اللي عم بيلعب خلف المهاجم اليوم بمركز جديد للمعتوق، كنا نشوفه أكثر بهالمركز مع فريق النجمة. بيتقدم حسين زين، حسين زين بجرب يلعب الكرة لعكيشي، ما رح تفلت أبدا من عبد الله طالب هالمرة، بتروح لعند عدنان حيدر للواتي، لواتي 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 على الجهة اليمنى معه هيثم فعور، لواتي بيدخل منطقة الجزاء، حسين دقيق بضب دغري ليساعده لهيثم فعور، الضغط موجود، الحاج مالك بمرر وتسديده بعيد بعيد من سوني سعد، سوني جرب يسدد على القليله، سوني عم بجرب يعمل شيء بهالمباراه ولو محاولاته لهلا ما نجحت. 71 دقيقه على بدايه المباراه، هل رح يتمكن العهد انه يحرز كاس السوبر مره جديده، أو الأنصار رح يجر العهد على الأقل لشوطين إضافيين
لهلا 64 مباراة جمعت بيناتهم، العهد فاز 20 مرة، الأنصار 28 مواجهة على صالحه، والتعادل كان ب 16 مباراة. الأنصار قدر يسجل 82 هدف بينما سجل العهد 71 هدف. العكيشي عم نحكي عن المواجهات والأهداف قبل هاللقاء. بده ينتبه الأنصار، هدف لفريق العهد بينهي المباراة، بيحسم المباراة، بيقتل المباراة. بده ينتبه كثير منيح وليد شور، أضاع الكرة وليد شور بوقت عدنان حيدر عم بيقدر يدافع مثل ما لازم. ترجع بتروح الكرة لعند نور منصور، نور منصور بيرجع لعند محمد حيدر، محمد حيدر بيلعب الكرة مباشرة على المرمى. انتبه إنه نزيه أسعد شوي مقرب، والتبديل الثالث والأخير من ناحية فريق الأنصار. الهيئة نزار محروس قرر مين، لأنه دعي كل اللاعبين ليجوا يقعدوا على مقاعد الاحتياط، ما في لزوم بقى للتحمية أبدا. حسب لمين بده يلجأ نزار محروس؟ جمهور الأنصار يلي منه راضي أبدا عن الأداء لهلأ بهالمباراة. محمود كشك بتصور هو الخيار الأنسب بين اللاعبين يلي موجودين على مقاعد الاحتياط، باعتبار النتيجة تأخر الأنصار بدك لاعب مهاجم. حج مالك، حج مالك بمرر لحسن معتوق، حسن معتوق، حسن معتوق بسدد حسن معتوق الكرة، بس عليه مدافعين، عليه مدافعين، ما رح يتركوه أبدا للمعتوق، ما رح يقدر يتحرك المعتوق مثل ما بده، ما رح يكون مرتاح. في تسلل، الحكم بيشير لتسلل على العكيشي. عم بيعترض نزار محروس، عم بيطلب انه خلص اللعبة ماشي، ما في خطورة ابدا، ادفانتج ما زالت مع سوني سعد، برجع للواتي، اللواتي على الجهة اليسرى، شبريكو منه لسوني سعد، بيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، بيبعدها طارق العلي، طارق العلي عم يبعد الكرة، بتوصل عند المعتوق، المعتوق معه حسين دقيق، المعتوق وحسين دقيق، المعتوق وحسين دقيق، المعتوق بيكسر الكرة، بس شتيز خط الملعب وركلة مرمى لصالح فريق العهد. جمهور العهد هوني يلي عم بيصفي لحسين دقيق بعد هالكرة، هون بالإعادة التمريرة الأمامية يلي كنا عم نشوفها نحن وياكم. 74 دقيقة، الوقت عم بيمر بسرعة كتير على لاعبي فريق الأنصار يلي النتيجة منا لصالحهم أبدا. محمود الكوجك رح يكون الخيار الثالث لنزار محروس بعد لحظات قليلة. طارق العلي ما بيقدر يعمل كنترول أبدا لهالكرة، سريعة كتير كانت وبعيدة. محمود الكوجك يلي رح ينزل بدلا من أحد اللاعبين، وعلى أرض الملعب بهالوقت وليد شور. وليد شور قدم مباراة كبيرة ومكسب كبير رح يكون لفريق العهد هالموسم. هل رح يكون في تبديل لوليد شور؟ محمد حيدر عم بيطلب تبديل سريع لوليد شور، وحكم المباراة عم بيطلب من الصليب الأحمر الدخول لنقل وليد شور لخارج أرض الملعب. يعني مباراة مع الأنصار هي تحضير جيد لمباراة الجزيرة الأردنية، بس كمان الخوف من الإصابات، هيدا يلي عم بيرافق لاعبي فريق العهد. وليد شور بيقوم ورح يترك أرض الملعب للحظات قليلة قبل ما نعرف إذا رح يقدر يكمل المباراة أو لا. محاولات رح تكون بآخر 15 دقيقة من فريق الأنصار، وفي انذار، في انذار لوليد شور. وليد شور عم يحصل على بطاقة صفراء، والتبديل بهالوقت خروج وليد شور ودخول حسين منذر. حسين منذر يلي بيدخل لأرض الملعب. منذكر شربل انه هيدي المباراة الأخيرة لمحمد قدوح، محمد قدوح يلي رح يحترف في بنغلاديش، انه الله يوفقه. يعني كلنا بنعرف اللاعب اللبناني بيجي احتراف بده يروح، وهيدي امور يعني هو بيعرفها اكثر. كيف الملاعب ببنغلاديش؟ هذا السؤال. على كل حال بملعب صيدا البلدي مستمره الامور
بتقدم العهد على الأنصار بنتيجة 2-1 قبل أقل من ربع ساعة على نهاية اللقاء السوبر بين بطل الدوري والكأس ووصيفه بالموسم الماضي خليل خميس. بيحاول يلعب هالكرة الأمامية باتجاه لربيع عطايا السباق للكرة مع حسن شعيتو الشبريكو يلي هو عم يوصل قبل الشبريكو بيلعبها لعند سوني سعد انتقل إذن إلى الجهة اليسرى بوجود المعطوق على الجهة اليمنى وأكيد عم بيروح أكثر المعطوق للعمق عندما عم يتأخر أونيكا لمحاولة تحريك اللاعب عدنان حيدر عم يعمل صلة الوصل حاليا الكرة لعند الشبريكو بيحافظ عليها الشبريكو بيلعب الكرة لعند سوني اونيكا مجددا التمريرات القصيرة لعند اللواتي 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 ما قدر يسدد هون الرقابة من الفعول كبيرة على اللواتي لكن ايضا التمريرة ما كانت عم توصل لعند الفريدو جريديني وقفت قبل ما توصل لعند الفريدو جريديني يعني ما حنكرر نفس الامر ونحكي عن ارضية الملعب سنتو تعرفوا الوضع بشكل عام مشاهدينا عبد الله طالب ايضا عم يخطئ الكره امام مين امام العكايشي البولدوزر التونسي عم يحاول ينطلق لكن هالمره عبد الله طالب عم ينجح انه يوقفه مش لوقت طويل لانه العكايشي ما بيستسلم ملا محارب ملا مقاتل البولدوزر فعلا اسم على مسمى فازوا منيح تحركات العكايشي يعني بالكره الاخيره في اعتراضات كثير من العهد انه العكايشي ما ارتكب خطا راح نشوف هون اللي صار العكايشي عاد ليستعيد الكرة لما من جديد وهون استعمل ايده اليمين لأبعاد عبد الله طالب كان في خطأ على احمد العكايشي بيتوقف احمد العكايشي بصراحة ما بحسد اي مدافع عم بيواجه البولدوزر التونسي بمباراة اليوم مع اللواتي حاليا لعند عدنان حيدر انشط لاعبي الانصار بخط الوسط منه لعند اللواتي بعده مكبل بعده اذا فينا نقول اللواتي ملتزم بالمركز يلي موجود فيه مركز الارتكاز بالوقت يلي برايي لازم يتحرر اكثر اللواتي ويروح يشارك بالحاله الهجوميه هذا الامر طبعا بيقرره المدير الفني نزار محروس في حال اراد من اللواتي الالتزام بمركزه او يترك يروح اكثر للامام ويقدر يشكل الإضافة ويقدر يشكل الخطورة مثل ما تعودنا على حسام اللواتي عبد الله طالب بيختار يلعب الكرة بوسط الملعب لعند الأونيكا الكنترول تحت الضغط بتروح لعند كامارا شبريكو من جديد لعند المعتوق المعتوق ثلاث لاعبين على حسن معتوق شوفوا ثلاث لاعبين على حسن معتوق بيعرفوا كثير منيح خطورته لحسن معتوق عم يعرف كيف يتعاملوا معه يعني اليوم أحد أبرز أسباب تفوق العهد أيضا هو كيف إيقاف معتوق مفتاح لعب الأنصار يلي عم يستلم الكرة بكل مطرح بالملعب المعتوق طارق العلي أيضا عم يعمل مجهود الدفاع طارق العلي بيخلي الكرة داخل أرض الملعب عندين حيدر بيحاول يسكر عليه لكن طارق العلي بيلعبها لعند محمد حيدر ممتازة الكرة من محمد حيدر رؤية ممتازة من ربيع عطية لعند أحمد العكايشي المواجهة العكايشي 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 ممكن الهاتريك ممكن الهاتريك ممكن الهاتريك يا سلام يا عهد ويا سلام يا عكايشي على الكرة الأخيرة الهجمة المرتدة المثالية كادت مرة جديدة تنتهي بالشباك الأنصارية رؤية محمد حيدر لا حابب شوفها من قبل لأنه محمد حيدر الرؤية الممتازة هي اللي فتحت الملعب وأيضا تمريرة ربيع عطايا لكن سيء الحظ كان العكايشي بالكرة الأخيرة رائع جدا العهد عندما يهاجم بمتع العهد بثلاث لمسات قدر يوصل لمنطقة الأنصار وقدر العكايشي يواجه نزيه أسعد ويقدر يصنع الخطورة كرة إلى خارج أرض الملعب رمي التماس لفريق العهد حسين زين عم يتقدم عم بيواصل تقدمه عم بمر بيلعب الكرة للأمام بعد عهدوية كمارا هو يلي عم يقطع حسين دقيق بمواجهة الحاج مالك المرة الحاج مالك عم يقدر يتفوق وأيضا حسن معتوق هو يلي عم يستلم المعتوق بيلعب الكرة على الجهة اليمنى لعند ألفريدو جريديني 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 من مرة أولى عم ترتد إلى خارج أرض الملعب بالوقت يلي محمود كوجك من جهة الأنصار وعلي حديد من جهة العهد عم يتحضر للدخول حسن معتوق مجددا لعند سوني لمسة جميلة من سوني لعند حسام اللواتي 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 يا لواتي لواتي مباشرة بين يدي محمد حمود اللي عم يحط الكرة مباشرة إلى خارج أرض الملعب أحمد العكايشي موجود مصاب وهالأمر وتوقف اللعب رح يسمح بإجراء تبديل لكل فريق كوجك رح يدخل من جهة الأنصار وعلي حديد من جهة العهد التبديل الثالث لكل واحد من الفريقين
العكاشي عم يخرج على الحمالي. كل التحية لعناصر الصليب الأحمر. وأكيد دور المهم بإنجاح المباريات وإخراجها بسلامة تامة. العكاشي إذن هو اللي رح يترك مكانه لعلي حديد بطل المباراة إذا فينا نقول، يعني خسارة. كنا حابين نشوف أكثر العكاشي عم بيشارك بهالمباراة. وكوجوك عم يدخل مكان حسام اللواتي. إذن للمرة الأولى بهالمباراة تبديل مش مركز بمركز، لأنه سحب لاعب وسط مدافع وإدخال مهاجم. محمود كوجوك يلي خلال الفترة التحضيرية وخلال كأس النخبة شارك لعدد جيد من الدقائق مع فريق الأنصار، وكان بالمناسبة سجل هدف الفوز للأنصار بمرمى الإيقاع الأهلي عليه بدور المجموعتين. الدقيقة 82 إذا فارس 8 دقائق متبقية على نهاية المباراة. والسؤال يلي بيطرح نفسه، مين رح يقدر يحسم الموقع السوبر؟ هل هو العهد؟ هل هو الأنصار؟ لحد الوقت البطل هو المتفوق. يعني لهلا 37 دقيقة لعب بالشوط الثاني لفريق الأنصار، الأنصار غائب تماما بالشوط الثاني عن المحاولات على مرمى فريق العهد. العهد كان عنده الفرص الأخطر بالشوط الثاني، خاصة عن طريق العكيشي من كرة انفرادية كانت. عباس عطي أونيغا عم بيطلب منه أنه المدرب نزار محروس يكونوا أسرع للاعبين، يوصلوا أسرع لمنطقة جزاء فريق العهد مع دخول علي حديد وكرة من الحج مالك الغائب عن مباراة اليوم. الحج مالك وسوني سعد ما خلقوا الخطورة المطلوبة أبدا على مرمى فريق العهد. العهد يلي من بداية اللقاء برجع بقولكم ما بيتأثر بغياب الأسماء أبدا، مع كل التقدير للجبل ولعيسى يعقوب وأحمد صالح، هيدا الفريق البطل وصورة البطل يلي لازم دايما البديل يكون موجود. فريق الأنصار استعين بخدمات أبو بكر كمارة من بعد فترة تجريبية لعدد من المدافعين، ما مشي حالهم، ما أخذوا رضا أبدا الجهاز الفني لفريق الأنصار. أبو بكر كمارة عم يرجع ليكون مع الفريق بكأس السوبر وبمباريات الدوري العام. عباس عطوي أونيكا بمرر لألفريدو جريديني. ألفريدو جريديني على الجهة اليمنى بيلعب الكرة مع المعتوق. ألفريدو جريديني بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. الحج مالك بحضرها لمين؟ لربيع عطايا. حسين منذر، حسين منذر بيتقدم بيلعب الكرة أمامية لطارق العلي. طارق العلي مع خروج العكيشي بتصور الخطورة رح تغيب عن مرمى فريق الأنصار. وفي انذار لأبو بكر كمارة. أبو بكر كمارة عم يحصل على الانذار بعد الخطأ على طارق العلي. خطأ كان قاسي على طارق العلي. والوقت عم بيمروا 84 دقيقة. فريق العهد المطالب بالمحافظة على النتيجة، على تقدمه ليحرز كأس السوبر، ليروح للقب جديد، لانتصار جديد. والخسارة بتكون الثانية على التوالي للأنصار بعد كأس النخبة. إذا خسر المباراة بتكون كمان كأس السوبر. الأنصار يلي أحرز الكأس 5 مرات، النجمة 6 مرات، الصفا مرة، والعهد 7 مرات. بحال فوز العهد اليوم بيروح للقبه الثامن بكأس السوبر، بيبتعد عن النجمة بفارق لقبين. حسن معتوق، حسن معتوق بمرر ألفريدو جريديني. ألفريدو لسوني، سوني على الجهة اليمنى، سوني منه للأونيكا. بعد الكرة أنصارية، ما زالت أنصارية. ألفريدو جريديني بده يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، بيطلع محمد حمود على أرض الملعب. محاولة جديدة، محاولة لفريق الأنصار لتعديل النتيجة. المعتوق كان عم بيسدد، عم تصطدم بالدفاع، بيرجع الحمودي بياخذ مكانه، والحمودي بيطلع من مرمي وبيلتقي الكرة وبياخذ الخطأ وبده يهدي اللعب. طبيعي يهدي اللعب هلا الحمود يلي رح ينزل على أرض الملعب بكل ذكاء ليهدي هالفورة الأنصارية من خلال هالهجمة يلي كانت هون. ما كان بشي أبدا حمود، شايف إنه الحكم تابع اللعب، رجع أخذ مكانه داخل المرمى وبالنهاية على أرض الملعب. هلا لتتم معالجة محمد حمود، بيكونوا اللاعبين استعادوا نشاطهم شوي، بيكون بس المرمر عطى التعليمات يلي بده يعطيها. مع اعتراض كبير عم بيكون من عباس عطوي
بحال اضاعه الوقت على كل الحكم هون محمد درويش موجود لا يعطي الوقت كله. ثلاث لاعبين من فريق العهد دغري بياخذوا بغطوا المرمى بيوقفوا على خط المرمى. والمحاولة الجديدة كمان مع محمد حمود يلي بيقدر يقوم بالمطلوب منه لهلا بهالمباراة 86 دقيقة والوقت عم بيقرب على نهايته. كأس السوبر هل رح يكون عهداوي أو رح يكون أنصاري أو رح نشوف شوطين إضافيين؟ عالم كرة القدم ما بتعرف المستحيل أبدا. يعني نرجع منقول شربل إنه ثلاث أهداف اللي تسجلوا بمباراة اليوم ثلاث أهداف هندي من فريق العهد. طبعا محمد حمود يعني كان حاضر بحالة الهدف الأول بعد ما حول الكرة خليل خميس باتجاه مرمى 1-0 كانت صارت النتيجه. من بعد العكايش بذكر قدر يسجل هدفين لانتهي الشوط الاول 2-1. هذه هي النتيجه الثابته لحد الوقت وقبل 3 دقائق على نهايه اللقاء. طبعا هناك الوقت المحتسب بدل عن ضائع المباراه وقفت باكثر من مناسبه لعلاج احد اللاعبين بالوقت يلي الكره اماميه. الكنترول من الحج مالك والكره للمعطوء. المعطوء بحاول يلعب الكره اماميه باتجاه الكشف مقطوعه من حسين دقيق بفدائيه عاليه والهجمه المرتده على هدويه ممكن تكون حاليا موجوده مع ربيع عطايا. بحاول ينطلق الكره العطايا 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 لمين رح يعطيها العطايا؟ مش لحدا بلا العطايا عم يتابع مشواره ليه وعم يحصل على خطأ من محمود كوجوك. بالإعادة مرة جديدة العطايا ثلاث لاعبين من الأنصار ما قدروا يوقفوه وحصل على الخطأ من محمود كوجوك والعهد من جديد. كرة إلى خارج أرض الملعب. كمارا ما عنده أي ثانية ما عنده أي دقيقة يضيعها. فريق الأنصار عطين حيدر حيدر لعند أونيكا راح يقدر ساحر فريق الأنصار يعمل واحدة من تمريراته الساحرة واحدة من تسديداته الماكرة ويقدر يرجع الفريق على السكة الصحيحة مع المعطوب. بيلعب الكرة عند ألفريدو جرادين. ألفريدو ألفريدو بيلعب الكرة العرضيه. كنترول من الحج مالك. حج مالك كنترول من الحج مالك والتسديد إلى خارج أرض الملعب. اليوم مش يومه للحج مالك بالتأكيد. هيدا أمر في أحسمه في أجزم أن الحج مالك اليوم ما موفق أبدا. عمل الكنترول سدد لكن كرته بعيدة جدا عن مرمى محمد حمود. قليل لنشوف الحج مالك ما يكون عنده على إحساس أمام المرمى. الدقيقة الأخيرة دخلنا فيها الأنصار ظهروا للحياة حاليا وبش بالتأكيد باتجاه واحد هو منطقة جزاء العهد ومرمى محمد حمود. أونيكا جريديني ألفريدو كرة عند سوني سعد. أيضا ما شفنا سوني سعد يعني موسم كثير من الكرات اكتفى بالاستلام والتسليم والدخول بإيقاع اللعب مثل ما كان عم يحركه محمد حيدر وربيع عطايا وأحمد زرق بمرحلة أولى بهالمباراة. يعني كانوا بمواجهته دائما لسوني بمحاولة لإيقافه. خمس دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع رح ندخلهم بعد شوي بالوقت يلي حسين زين ويلي كان عم يقطع هالكرة. بعد احتياط الانصار موني معتز موسى الطويل وجهاد ايوب بحالة ترقب الوقت يلي لعب متوقف مرة جديدة. كأس السوبر أصبح موجود وقريب من واحد من الفريقين والأقرب له هلا فارس بالتأكيد هو فريق العهد. يعني بعد باقي أربع دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع خمس دقائق عم يعطيه الحكم محمد درويش قبل ما يبلش فريق العهد الاحتفالات.
كرة أمامية ما في تسلل، اعتقد طارق العلي انه كان متسلل، بس وقت شارك طارق العلي الحكم تيسير بدر عم يرفع رايته ليعلن عن حالة تسلل بالبداية لأنه ما شارك ما رفع الراية، بس وقت دخل على الكرة هذا كأس السوبر يلي بيسبق انطلاق الدوري العام، هل رح يكون لقب تامن لفريق العهد؟ ثلاث دقائق ونص بتفصل فريق العهد عن لقب جديد، عن مشوار جديد، عن كأس جديدة رح تدخل خزين النادي. ألفريدو جريديني بيتقدم، ألفريدو بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، الحاج مالك بيتقدم بيدخل منطقة الجزاء، الحاج مالك محاولات وسوني سعد بيسدد، بتصطدم بالحاج مالك بإيده للحاج مالك، يا حاج مالك يا حاج مالك شو بدك؟ وقفت بوجه للكرة، قال مش بقصده أبدا، بس الحاج مالك أبعد كرة سوني سعد اللي معقول كتير نشوف هدف كنا منها بالإعادة. خلينا نشوف الكرة هون، سوني سعد سدد كرة قوية كتير كانت، في لمسة يد واضحة كانت على الحاج مالك، محمد درويش ما راح يتأخر أبدا ليحتسب هالشي. بالقانون الجديد كل لمسة يد على المهاجم تعتبر لمسة يد مقصودة مش مقصودة، بقصده مش بقصده خلص هيدا المهاجم، بيبقى المدافع تقدير هونيك عند الحكم، بس بالقانون الجديد أي كرة المهاجم بيلمسها داخل منطقة جزاء فريق الخصم لمست بإيده شو ما كانت هي لمسة يد. رامي تماس قد ما فيه لو عم يربح ثواني فريق العهد بالتنفيذ، بده يربح ثواني، اخر دقيقتين قدام الفريقين، فريق العهد هل رح يتخطى الغيابات اليوم بصفوفه ويحرس الكأس؟ خطأ من عباس عطلي اونيكا على هيثم فعور مع بطاقة صفرة كمان لعباس عطلي، اليوم بطاقات صفر عديدة عم بتكون بهالمباراة. محاولات حسين منذر بسدد، حلوة 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 كثير هالكرة من حسين منذر، جرب حظه سدد كرة بعيدة، حتى الكرة اللي عم بيلعبها نزيه أسعد كرة خاطئة، هيدا بدل التسرع يلي موجود. علي حديد عم بيخسر الكرة، علي حديد بتروح لعند الحاج مالك، الحاج مالك خميس خليل، حلوة 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 حلوة، المعطوء 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 بيلعب الكرة، والحاج مالك اليوم اليوم الحاج مالك ما قدر يسيطر عليها، ما قدر يستغل هالكرة، ما قدر يعمل شيء، يمكن كانت آخر محاولات فريق الأنصار الجدية بهاللقاء. حكم بيتابع اللعب وبيشتت، نور منصور بيشتت بده يهدي اللعب لأنه الضياع سيطر على لاعبي فريق عهد. نزار محروس عم يطلب من اللاعبين يتقدموا، يلعبوا الكرات أمامية بسرعة ما يضيعوا وقت، طارق العلي برجع لهيثم فعور، هيثم فعور لعلي حديد، علي حديد علي حديد، يحصل فريق الأنصار على رمي التماس، آخر محاولاته بهالمباراة. محمد درويش عم يطلع على ساعته، آخر 25 ثانية عدنان حيدر، آخر هجمات الأنصار، هل رح ينجح الأنصار إنه يعدل النتيجة ويجر فريق العهد لشوطين إضافيين؟ كرة حسين زين عم بيبعدها مع خطأ، مع خطأ عم بيكون آخر محاولة للأنصار، وبطاقة صفراء أيضا لفريق العهد بعد هالخطأ. هون أخطأ حسين زين، حسين زين بيقول له ما في خطأ، ما في خطأ أبدا على الطابة، نزلت على الطابة. محمد درويش عم يعتبر إنه الخطأ موجود، وحسين زين عم ياخذ بطاقة صفراء، وآخر محاولات الأنصار من بعدها رح يعلن حكم المباراة نهاية اللقاء، أو بفوز العهد أو بالتعادل إذا نجح عباس عطي أونيجا إنه يترجم هالكرة. كل لاعبي فريق العهد بيرتدوا للدفاع، كلهم موجودين بالدفاع، لاعبي فريق الأنصار كلهم بالهجوم، كل اللاعبين صاروا بمنطقة جزاء فريق العهد. خلينا نتابع ونشوف شو رح تكون هالكرة، شو رح يعمل عباس عطلي اونيكا بمواجهة محمد حمود،
هل راح نشهد شوطين اضافيين او العاهد راح يحرز كاس السوبر للمره الثامنه بتاريخه؟ الكره مهمه كثير اونيكا، الضغط عليك، الامل عليك من جمهور فريق الانصار يلي عم يتابع المباراه كان بالملعب او عبر شاشه الام تي في، بينما محمد حمود الضغط كمان عليك وعلى دفاع فريق العاهد لتخلصوا هالكره وتقدروا تروحوا لكاس جديده. عباس عطوي بيسدد وبيبعدها بالوقت المناسب، محاوله جديده لفريق الانصار بعد تسديده من داخل منطقه الجزاء، والحكم بيعلن نهايه المباراه والكاس غاليه، كاس عهدوية فريق العهد بطل لبنان وحامل كاس لبنان عم يحرز كاس السوبر، والخساره الثانيه على التوالي لفريق الانصار بعد خسارته كاس النخبه، بيجي دوره هالمره كمان وبيخسر كاس السوبر. واحد لازم يتعلم كثير وياخذ عده دروس وين الاخطاء صارت ليقدر يتفاديها فريق الانصار وفريق العهد قبل انطلاق الدوري. مباراة انتهت، مبروك كبير لفريق العهد، حرك لفريق الانصار، في رابع في خاسر، هيدي كرة القدم، عرف كيف العهد بخبرته كيف ياخذ المباراة ويجر المباراة، والحج مالك عم ياخذ بطاقة صفرة هون من محمد درويش، محمد درويش اللي عم يعطي الحج مالك بطاقة صفرة بعد نهاية المباراة وهيدي بيقدر بالقانون الجديد. مبروك كبير لفريق العهد اللي عم يتحضر ليستلم كاس السوبر للمرة الثامنة بمسيرته بعد الفوز يلي حققه على فريق الانصار بنتيجة 2-1. الشوط الثاني ما قدر فريق الانصار انه يسجل هدف التعادل على الاقل، فريق العهد عرف كيف يحافظ على تقدمه مع جمهور العهد اللي عم يشوفه بمدرج الرئيس الشهيد رفيق الحريري بصيدا، وقنين المي يلي عم تنزل على ارض الملعب، يعني الامور خرجت عن السيطرة تماما، والانصار منا نهاية الدنيا ابدا، الانصار بيقدر يرجع وبيقدر يعوض وبيقدر يدخل على مباريات الدوري كمان ويكون منافس اول على اللقب، هيدا امر اكيد وهيدا امر طبيعي. العهد اللي عم يتجه صوب جمهوره ليحيي جمهوره بعد اللقب يلي احرزه، وتحيه من لاعبي فريق العهد لجمهور فريق العهد. فاذا كاس السوبر ولقب جديد عم بيكون عهداوي، أول مرة العهد أحرز كأس السوبر بموسم 2004-2005. هون الأهداف، محمد حمود خطأ بمرمى فريقه، كرة فاجأته لمحمد حمود من بعد ما كان عم يجرب خليل خميس إنه يبعد هالكرة، من بعدها لاعب التونسي العكيشي بيسجل هدف التعادل بكل برودة أعصاب، بس الهدف الأجمل، شوفوا الهدف الأجمل يلي الكل رح يحكوا عنه والكل رح يتذكروا العكيشي، هيدا على طريقة مارادونا وعلى طريقة ميسي يلي بيخترق من ورا نص الملعب وبيتخطى اللاعبين وبيسدد على يمين الحارس وبينجح بالنهاية العكيشي انه يسجل هدفين، نجم المباراة من دون منازع، وبيقدر يقود فريقه لفوز غالي كتير بتسجيله الهدفين بهالمباراة بالرغم من غياب عدة لاعبين. هيك المباراة عم تنتهي، بس ما انتهت ابدا عن جمهور الانصار يلي منه راضي ابدا عن نتيجة المباراة، بينما جمهور العهد عم يحتفل بفوز لاعبين العهد والحاج محمد عاصي. خلينا ننتقل عن زميلنا شربل لنشوف الاجواء من ارض الملعب مع نهاية المباراة، تفضل شربل. يعني للاسف فارس على ارض الملعب الامور ما عم تنتهي بروح رياضيه تحديدا من جمهور فريق الانصار، يعني فينا نقول عم تشتي اناني على ارض ملعب صيدا البلد، يعني نحن حتى صرنا ماي كابتن جمال حاج، يعني الحمد لله على السلامه، مشهد يعني كنا ما بنقبل نشوفه من قبل الجمهور الانصاري، ما بعرف على مين عم بحط الحق تحديدا بخسارته، لكن اكيد الامر الاكيد انه فوز مستحق للعهد لانه بيعرف كيف يخرج من المباريات وهو ربحان. مثل ما حكينا بالشوطين انه
الشخصية القوية، شخصية الفريق البطل، الثبات، الصبر، الثقة بالنفس، الثقة بالمجموعة، كانت السلاح الأقوى بالنسبة لفريق العهد اليوم، قدر يفوز بالمباراة. فهذا اللي بيفتقده فريق الأنصار حقيقة، لعمل على شخصية الفريق، على العمل على الاستقرار والثبات. لازم هذا، لازم يكون في ثقة بين الجميع، خاصة بين الجمهور والإدارة والفريق واللاعبين، وإلا هيك حل الفريق عند الأزمة إلى حد ما. يعني فريقين النجم والأنصار متشابهين إلى حد ما، فريق الأنصار والنجم متشابهين يعني حين الأزمات. لازم هون يبين المعدن، بين الأشخاص الرجال أصحاب المواقف يعرفوا كيف يتخطوا الأزمات، وإلا عندما بيصبح الجمهور بهالشكل بيزيد الأزمة للفريق. وهذه المفروض جمهورنا يتحلى بالصبر، يتحلى بثقافة رياضية لحتى يقدر يكون عامل مساعد لفريقه مش عامل مضر، لأنه مع الوقت الأزمة بتمرق. ما في في نادي ما يمر بأزمة، لكنه الأزمة الفريق الأفضل هو اللي بيتخطى الأزمة بسرعة. من هو اللي مشكلته ما تطول أكثر هو الفريق الأفضل. أنا أزمة حاليا على المدرجات، جمهور الأنصار أيضا الأسهم النارية على القوى الأمنية. نحن أيضا صرنا ماي من وراء الأنانية اللي نزلت علينا. يعني كابتن، بانتظار تتويج فريق العهد على أرض الملعب، يلي فينا نقوله أنه رغم كل المشاكل والمعاناة يعني اللي داخل نادي العهد، اللي خاصة موضوع الإصابات والغيابات، قدروا يفوز موضوع اليوم. عدم التحضير بشكل مركز هيك مباراة، يعني تعرقل التحضيرات. بس ما بدي أقول شغلي، ملاحظات على فريق الأنصار زادت حتى بعد مباراة اليوم، بالوقت اللي كنا ناطرين أنه تتخلص بعد مباراة نهائي كأس النخبة. صحيح. العهد يعني رغم كل المعاناة اللي كان عم او مشاكل اللي عم بواجهها، قدر يتعامل مع مباراة اليوم، قدر يفوز بالمباراة. لكنه برجع بقول لك مش هذا هو مستوى العهد الحقيقي اللي اذا بده ياخذ اللي او لنهى فيه الموسم الماضي. اذا بده ياخذ كأس الاتحاد الآسيوي، اذا عنده مباراة الجزيرة، الفريق لازم يكون بجوزية بدنية وانسجام، وحتى مع نوعية اللاعبين بشكل اعلى. اليوم العكايشي فينا نقول عمل دور كثير كبير، عمل الفارق، عمل الفرق، قدر يفوز فريق العهد. لكنه كمان بيرجع العهد والانصار بحاجه ليقدموا اكثر، خاصه زي ما شفنا بالدوري انه فريق النجمه بالاسبوع الاخير او بالعشر ايام الاخيره اصبح بشكل افضل، وضعه افضل كثير على المستوى الفني. صحيح عنده الانصار كثير خيارات كان على مقعد البدلاء، لكن التبديلات كانت يعني ما في يقول عملت الفارق بمطرحه معين، لانه كانت تبديلات يعني بغض النظر عن دخول محمود كوجوك بمحل حسام اللواتي، التبديلات كانت اذا فينا نقول الفارق تبعها محدود. كان لانه كان لاعب ما كان لاعب ينزل، كان ممكن يكون في خيارات اكثر، خاصه بعد خروج العكايشي بالربع ساعه الاخيره. كان ممكن الفريق الانصار يلعب بثلاث مدافعين، يعمل كثافه عددية بالبلاصه الهجوميه، خاصه انتشار بعرض الملعب. هذا اللي ما شفناه بالوقت يلي حاليا فريق العهد عم يحتفل بالكأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي والثامن بتاريخه. كابتن جمال، يعني على وقع الاحتفالات العهدوية، بعده على العهد المرشح الأول لللقب فينا نقول. وهل سؤال ثاني دغري سريعا قبل ما نختم، هل الأنصار تلقى ضربة معنوية فعلا قبل لقائه مع النجمة؟ سريعا. تلقى ضربة، أكيد تلقى ضربة. إذا هيدا هيك، إذا هيك بيتعامل الفريق مع الأزمة كان بالملعب ولا خارج الملعب، أكيد تلقى ضربة. ولا لازم يكون في، هذا حكيتك اياه قبل المباراه، خاصه مع الماتش لازم يكون في وعي وفي تقييم الفريق. مش معناتها انه لازم يربح كل المباريات، اهم شيء يكون في وعي، والفريق المنيح اللي بيخرج من الازمه بسرعه. هيدي هي كيف تدارك دغري الازمه والمشاكل اللي عم بعانيها. بدي اشكرك كثير كابتن جمال، اما تسوي الامور على كل حال هون بالملعب. شكرا لكم ايضا مشاهدينا على متابعتكم لمباراه الكاس سوبر. موعدنا بيتجدد يوم الجمعه المقبل ان شاء الله بافتتاح دوري الفا والدوري الكبير بين النجم والانصار. الى اللقاء.